اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل فين ما كنتوا كالعاده على القناه الوطنيه الثانيه في برنامجنا الاجتماعي المباشر ليله الرحمه. شيء ما تبدل كالعاده نستعرض مع بعضنا ثلاث حالات اجتماعيه جينا من مختلف ولايات الجمهوريه التونسيه. يكفي انك تبعث اس ام اس صغير على 8 54 54، تكتب الاغ وتحط الحكايه بايجاز، والا عن طريق بريدنا الالكتروني ليله الرحمه @tunisiatv.in، والا عن طريق بريدنا العادي مؤسسه الجزائر التونسيه شارع الجامعه العربيه 1002 بالفداخ تونس. ومرحبا بكل الناس اللي قاعده تجي، لكن مره اخرى بكل ود وبكل لطف نسوق المعلومه للناس الكل اللي جينا من بلايص بعيده من جهات مختلفه من غير ما تجي وتقعد وتستنى. وكما قلت يكفي انك تبعث الجواب راهو يوصل. حبيت نطوي الصفحه هذه ونحل صفحه اخرى. الصفحه الاخرى نقولوا فيها ان في الدنيا هذه نعرفوا برشا ناس، نحبوا برشا ناس، نعاشروا برشا ناس، نفكروا في برشا ناس، وساعات ما نجموش نعبروا على محبتنا للناس هذية اللي وقفت معانا نهار في بداياتنا. وانا واحدة من الناس اول ما دخلت مؤسسة التلفزة التونسية وتحديدا القناة 21 سابقا، لقيت برشا زملاء وقفوا معايا وعاونوني وعلموني الخدمة. منهم مجموعة من الزملاء ومنهم حسنين كريد، زميلنا عزيزنا صديقنا، للأسف توفى اليوم اثر سكتة قلبية. انا ارفع تعازية لعائلته، الامه المرته أمينة، الأولاد وعزة وعزيز. أنا متأكدة أنه يا أمينة الوجاعة هذه كبيرة، لكن نعرف أنك قد المسؤولية. ربي معاك وربي يوفقك وربي يقدرك على حمل هالمسؤولية. عزيز وعزة إن شاء الله يكبروا ما ينقصهم حتى شيء. الوجاعة حسيناها وأثرت فينا الناس الكل، لكن الله غالب، هذا هو قضاء ربي. زادة في البرنامج هذية تعدت معنا برشا ناس وبرشا حالات مستنا وجعتنا وبكيتنا، يا أما من داخل وإلا حتى بدموع في وجوهنا. الناس هذية كي تعدت بكرامة وتعدت بحس عالي وعبرت على وجعتها بكرامة وأنفة كبيرة. منهم حنان بن عثمان، شابة كانت تذكروها، جات في ديسمبر وتعدت في هذا الفضاء، كان الكرسي يتكلم كما نقولوا 2013. قالت انها في ماي اكتشفت انها مريضه بالسرطان في صدرها وبعد في عظامها وبعد في رواريها، وقف بهم الحال وماذا بها كان الداوي. طلبت من الناس بكل ود انهم يعاونوها، والحمد لله في وقت قياسي لمت مبلغ مالي، لكن الفلوس ما تسوى حتى شيء قدام الصحه وقدام العمر والحياه. عودنا جبناها في ليله المولد، وحبيت انا نكرمها خاطر نعرف انه نفسيتها ارتاحت وانها تفرهدت نفسانيا بعد المرور في هذا الفضاء. الجمعه اللي فاتت تحديدا نهار الاحد اللي فات زاد هي فارقه الحياه. حبيت نقول ربي يرحمها وينعمها، وحبيت نرفع تعزيه لعائلتها وخاصه لامها واخواتها الكل اللي جراوا معاها لاخر دقيقه. تعازينا لكل الناس اللي فقدت حبيب والا عزيز والا غالي عليها، لكن هذه هي سنه الحياه. خلينا نشوف مع بعضنا هالتكريم هاللوماج الصغير لحنان بن عثمان اللي كانت في يوم من الايام موجوده واللي سمعوها التوانسه، وتحيه للتوانسه اللي عاونتها. مع بعضنا تذكير حنان بن عثمان. اللي عملتي القرصة قالت لي هيك هيك، قالت لي راهو مش تبقي معانا، علاجك مش يطول، مش تبقي معانا ديما في صالح عزايز. حسيت حياتي تدمر، حسيت حاجة ومشيت مني، حسيت ديما بوجيع موجوعة، موجوعة في عظامي، ضربني مرلول في عظامي، بعد يضربني في صدري المرلوله، بعد يكف في العظام، وليت نزرق في العز نزرق في العظام، بعد بديت نتشيت في الكبده. عائلتي صحيح عاونوني وجروا معايا، ونشكر كل من جري معايا، ونشكر كل من ساهم معايا في خدمتي، الخدمه معايا اللي يخدموا معايا كوليك جروا معايا عاونوني يرحموا يدي معرفي، نشكر زاد عاوني على الاخر بجري معايا بكذا بكذا، لكن الحلال عطيني. لكن شنو المشكل؟ ما وصلوش، مرضى دايما ما عندوش، صرفوا ياسر، الصرف بتاعها برشا برشا على الاخر، قد ما تصرف قد ما تصرف، ما تقولي ديما ديما باقيه تصرف، ديما باقيه تصرف. انا ما نتبع حتى شيء، طلبي يقبوا معايا اللي كان تبع امكاني انا ويدوني برا لهنا كلينيك تبنيني اي حاجه المهم نحلو اكسجين انا بنرجع نتنفس كيما كنت. احكي لي شنو اللي صار بعد المرور في هذا الفضاء. الحمد لله ما خلوش بيا، من المعمل اللي نخدم فيه زاد عاونوني مره اخرى، وقفوا معايا عرفيتي عارفي
أهل الخير توينسا أبار التوينسا الناس اللي من الخارج وقفوا معي على الأخر ولميت مبلغ محترم الحمد لله. قديش مبلغ هذا؟ يوصل 10 10 ملايين هكيك الحمد لله. جمعية التألف مركز تألف تنمية الجمعيات يرحم والديهم جابوا لي الماكينة زادة وموجودة الماكينة نستعمل في الماكينة دبوزة كي نخرج ولا كي نبدا عندي نحب نخرج في الشمس ولا نخرج لبرا موجودة مع الدبوس. حسيت نفسيتك خير من اللي تعديت المرة اللي فاتت؟ الحمد لله فضل الحمد من عند رب الحمد لله. فما أمل تزرع فيك؟ الحمد لله من أهلي ودارنا وأخواتي الحمد لله الكل كوالي فرحة بيا كي تبدلت نفسانيا وكنت ستريسي قبل كنت عصابي تبدلت نظرتك الغدوة وهذا المهم بدلت باش شنو تقول الناس اللي عاونتك اللي حاسد بيك واللي تفرج فيك؟ يرحم والديهم يرحم والديهم ويثبت أجرهم امين يا رب يثبت أجرهم اليوم وغدوة يرى مستورة قدامهم وراهم اللي عملوه معايا وقفوا معايا ما خلوش بيا. إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو حال الدنيا للأسف. كما قلنا حنان بن عثمان غادرت الحياة نهارة الحد اللي فات. احنا كفريق قمنا بواجب العزاء للعائلة هذه لكن حبيت على الملأ بما انه حنان واحدة من الحالات اللي ما نجموش ننساوها نقوم بالواجب هذا على الملأ. خالتي فاطمة اهلا وسهلا ومرحبا بك. عافيك عديتي لي حنان. حنان مش تروح حنان مش جيت هو حبينا نعزيوك حبينا نقولوا لك ان شاء الله البركه فيك وربي يفضل لك الاولاد. عايشك صوت حنان نسمع فيه تو نسمع فيه صوت حنان طويك ان شاء الله ربي معاك وربي يصبرك. حنان بجيتك بس روحها. شنو كانت كلماتها الاخيره خالتي فاطمه؟ عايشك خالتي فاطمه. نعم. شنو كانت كلماتها الاخيره وهي تلفظ في انفاسها؟ لبس عليها تحمد ربي وتشكرها فاز تعشت تبدلك معايا بعداش قالت لي بط عليها شاي في نص الليل قوى عليها نفس. هاي؟ قوى عليها نفس ديك نفس قوى عليها. هاي؟ قالت لي اكسجين الماكينة والدبوزة ما كافونيش. قلت الدبوزة تطوف والماكينة حدها 10 و 12. هبطها للسبيطار، سبيطار لل 16 حتى الواحد. قاعدة الطفلة هي ما طاح منها شيء وتعيط بالوجيع، السبيطار ما حبش يعاوني خلاص. جملة. باهي. قلت لها اعطيني لابيلونس نرجعها للسبيطار، قال لي لا. اعطيني كل حاجة، ما عادش تركة في كهرباء، ما عادش تنجم. وقتاش توفيت هي بالضبط؟ وفات نهار الأحد. مع وقتاش؟ ما خرجت ما غادي الدنيا انا ما مانيش في عقلي يا اخي خرجت يمكن قريب السبعة ونص هكاك. ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبرك وربي يفضل لك الاولاد حمادي ورفيق وهاجر وكمال ومنى ويرحم حنان مره اخرى خالتي فاطمه يفضلك ويخليك لهالعائله هذه. شكرا ليك تحيه كبيره ليك ولعائلتك وتعازينا الحاره ليكم وربي يصبرك في الامان ليلتك زينه لله. تحية كبيرة لخالتي فاطمة بن عثمان. للأسف هذا هو حال الدنيا، ساعات نقولوا نجري ونخدموا نتهاتفوا لكن في الأخر في الأخر هذاك هو مآل ومصير الناس الكل ويا سعدك يا فاعل الخير، هكا يقولوا أجدادنا وهذا اللي نقولوه اليوم، يا سعدك يا فاعل الخير. برشا ناس قاعدة تستنجد، برشا ناس تطلب منكم أنتوما الناس الكل اللي تفرجوا فينا أنكم تعاونوها وكل واحد وكل قدير وقدره. هنتعداو ونشوف مع بعضنا الحكاية الأولى نتاع مرة طلقت تلقى روحها مسؤولة على بنية عمرها 12 سنة، هي ما تخدمش بحكم أنها مريضة نفسانية زاد عندها مرض صحي، وتلقى روحها بعد وفاة أمها وبوها مسؤولة على أختها اللي هي مريضة بسرطان الرحم، كثر عليها الحمل، تعبت، دقت الأبواب الكل وما سمحها حتى حد، التجأت إلى ليلة الرحمة، وإن شاء الله تفتح أبواب الرحمة لها الليلة من خلال هذا الفضاء، تفاصيل من خلال روبورتاج راجعين، تفضل. تحية كبيرة. عرست 2001 ما تمرتش حياتنا الزوجية كناس الكل تفارقنا كل واحد مشي على روحه قعدت مشاكل كبيرة مشاكل كبيرة اللي أنا مستحملتهاش مانيش مستانسة بيها
2008 طلقت، و2008 في نفس الوقت امي ماتت. هذه اختي يدها ما تتحركش، ما تنجمش تمشطش على جيراني مشطوله، ولكن نخرج انا نغيب ما تنجمش، معناتها باش تعمل تلبس حتى حوايجها ما تنجمش. عندها تشكيله في يدها في الوسط وكتفها، وتوا زربات سقوط من يدها للساقه، ساقه خارجه 5 سنتي ولا 4 سنتي او الدوسي ما يثبت. اين الطفله هذه؟ وزاد عندها لحمه في رحامها فاتت 12 سنتي. مشيت نخدم تحت، قعدت 6 شهور نخدم كي تحت في الدروج، هزوا صوروني عدوا عليا كي عرفوني انا ظهري تمس، سايبوني انا في باليش لي ظهري ممسوس. خرجت قعدت نعالج على حسابي الخاص، من بعد انا تكشفت لي ظهري تفك مفكوك، اثر ساقي ما عادش نجم نمشي. كي جيت عملوا لي ريم لقاو نفاخ، شاي مسلي راسي. كي عملوا الريم لقى عندي مرض في راسي، لا نعرف جلطه ولا نعرف مرض خايب، لاني عارف حد شيء، مانيش عارفه على حل وضعيتي الحالية شنو اللي عندي. انا وجهي بالنفخ، كل شيء منفوخه، سقايا منفوخين، انا مانيش نخدمش، نعيش ب 220، هي تاخذ 110 وانا 110. كي هي 120 دار هذه وطالب مولاها زياده، وصدقني معناتها كلمته وقلت له انا ما نجمش ظروفي، تسمح نستنى فكر ديال مشاركه فيهم ان شاء الله ربي يثبتني، مش حتى لينا لاختي وبنتي خاطر هما اللي في كفالتي، نخلص الكري والماء والضوء نقعدوا للشهر. هنا قلت البارح الجمعه هذيا وقفت قدام الجامع وعمل لي ميم هذا الجامع، عمل لي دا وعاونوني، ما نكذبش عليك وصلت لحاله اللي ما عادش تعيس. هنا العطار هذيا معناتها جاتني الكادي من عنده، وصلت حكيت واش 40 دينار، حطيتها 30 وقعدت سنة 12 نرفع، عملت لي حركة قلت لها خلي مش لازم عاش نكادي، مش لازم لا ناكل لا نغسل لا نعمل حتى شيء. أنا باش نعمل نداء للناس الخير واللي تبرعوا بالأخص، معناتها اللي عندهم مساحات خاصة، بالأخص أختي، نحب ننقذ أختي، وكان حد يتنحى رحامها مش مشكل. أنا ماذا بيا يشوفوني شنو مرضي، يقولوا لي شنو مرضي، ما يسالش الموت حق علينا راه. لكن هذه نحب ننقذها على الاقل واحد فينا يتنقذ. هنا كان مش هي ساعه ساعه يلبسوني بنتي سروالي الصباح ما نجمش، ولا جاره ولا تجي. بعدنا سعيدة الشيرني بيلس، مرحبا. شنو أحوالك؟ الحمد لله. مرحبا بك. عايشك يرحم والديكم على هالبرنامج هذا. يعيشك لالا، هذه خدمتنا وهذا بجد. يرحم والديكم، دقينا على برشا بيبان وما سمعنا حتى واحد. حتى واحد. انت مرة متلقى؟ في كفالتك بنية عمرها 12 سنة موجودة معنا في الكواليس، تعبة نفسانية متضعضعة أمور القراية متاعها، في رقبتك وفي مسؤوليتك زادة أختك اللي هي عمرها 37 سنة واللي هي تعاني مرض السرطان وأمراض أخرى تو نكتشفوها فيما بعد. صعبت عليكم الحياة ودقيت الأبواب الكل وكلها كانت مسكرة وفي الفاتح. أحكي لي شنو هو الموضوع وشنو المطلوب بالناس اللي تفرج فيه. اسمعني حد أختي، والله باش نقول لك، أنا امرأة مطلقة متفصلين من أنا وياه من 2005 طلاق رسمي، يعني 2009. سبب مرضي هو برشا مشاكل، مريت برشا بمشاكل وحتى كي طلقت يعني ما خذيتش حقي كالناس، هذا كله تجوزناه. وحتى نخدم ما تاخذهاش، مانيش ناخذ حتى شيء. خرجت نخدم في مؤسسه تسيق وانا في الدروج تحت 6 اشهر خادمه بركه، خرجوني عارفوا اللي فقره ظهري تمس وخرجوني. عندك زوز فقرات ممسوسه في ظهرك وهذا اللي اثر على المشي نتاعك وعلى الحركه نتاعك الكل. وزدت حاله نفسيه اثرت علي الكل، حتى من عندي بنتي انا معناتها، حتى حاله نفسيه ما بيني وبين اختي معناتها زوز مرضى ناخذوا في شهرين خلص بالك ضو الماء ماهوش خالص. ساعة اهل البر والحسين غاديك في الحومه هم اللي يهزين يعاونوا فيا، ولا نطلب الجامع ولا حد الناس باش تعاوني. انت عندك هيك. المنحه هي اللي عايشين بها وهي اللي تخلصوا بها الكراء. المنحه في الكراء خاطر هذيك وساعات دخلت على شويه الماء والضوء اذا خلطت، وبالنسبه للعيشه للماكله. الحسين يعاونوني في الماء والضوء، يقولوا لي خلي تنقلصوها احنا. والعيشه شكون اللي يعاونك عليها؟ المعيشه. الماكله الشراب الدواء. الماكله الجامع.
في الجامعة. الجامعة يتبرع وكل شهر يجيب لي واحد قاضي تاع في قاضي ويجيب لي للدار. أنت أكدت حتى من خلال كلامك في الروبورتاج في التحذير معاك عبر الهاتف على الجانب النفسي. مش أول مرة وإلا أول مرة طلقت، مش أول مرة انفصلت تحملت مسؤولية صغار، مش أول مرة تحملت مسؤولية أخواتها. علاش هالحساسية هذه الكل اللي أثرت على نفسيتك وأثرت على المحيطين بيك من أختك من بنتك؟ ما كنتش لا خدمة ولا مولد رزق باش نعيش، وأنا كارية وما عنديش محل. الراجل المولد دار كان فوت له نهار ثلاثة خرج لي دبشة من الشارع. يعني أنا المولد الرزق هذاك ناخذ فيه نعطيه للكري ونجي نقعد للشهر. تحكي على المنحة؟ على المنحة اللي ناخذ فيها نتاع الحال. والحمد لله عندك بطاقة العلاج المجاني اللي بها قاعدة تداوي. أي هذيك هي، وأنا نفيق نشرب في الدواء نتاع الجلطة، نشرب في الدواء نتاع الدم، نشرب في الدواء نتاع السكر. تعرضت للجلطة؟ تعرضت للجلطة، والطبيب تو معناتها قال لي ما نجمش نعمل لك عملية إلا ما تشوف طبيب نفساني. خاطر الحالة نتاعك ما عادش تساعد. سألتك على طبيب نفساني، قلت لك قاعدة تباشر في طبيب أنت وإلا بنتك خاصة بنتك. قلت لي أنا ما لقيتش باش ناكل باش نمشي لطبيب نفساني. ما لقيتش. ما كانش باش ناكل وباش نتحركوا في الدار. قال لي أنا باش نمشي لطبيب نفساني ما نجمش. شنو اللي تحس؟ كي تحكي أنت مريضة نفسانية شنو اللي تحس؟ شنو اللي يوجع؟ كيفاش تفكر؟ نفكر في مسير أختي اللي في رقبتي. اليوم معناتها قاعدة نهار بعد نهار كمش مدام زروق نشكرها على المناسبة ذي وقفت معايا يرحم والديها رئيس جمعية مرضى السرطان، وقفت معايا بالتليفونات، وقفت معايا في مع مدام شلي وهزوها عملت العملية. تحكي على أختك الفاهمة 37 سنة اللي تعاني من سرطان الرحم واللي عندها مشكل زادة في ساقها، أما بالنسبة لسرطان الرحم قاعدة تعالج، عملت عمليه وان شاء الله تو تحليل جاي من فرنسا، قالوا تو في الوقت الحاضر لاباس وما نزلنا. ومدام بحري هي اللي عملت لها العمليه نشكرها ويرحم والديها، متبرعوا لها وخاصه هما المؤسسه خاطر اختي بنزيف معناتها تنزف قاعده نهار بعد نهار تموت قدامي. يعني ما لقيتش، تتصور انت حتى حق انا ما نجمش نتحرك، كان في تاكسي ما نجمش نتحرك هكا حتى خطوه ما نجمش. انا كل يوم نصبح منفوخه، كتشوف نصبح نشرب الدواء، نتفاش ما نشربش الدواء نبدا منفوخ. ورحمه من هذا الكل رحمة. هاي موجوده معنا في نفس النفسيه من المكتب كمش مدير العنتيت والمعلمين نتاعها حاسين بالحاله نتاعها، بنتي تضيع ما بين يدي. كيفاش تعمل؟ شنو تقول لك؟ حاله نفسيه. شنو تقول لك؟ يجي حاله صراع، حاله بكاء، حاله اغماء. تبكي ما تحبش تقرا. ما تحبش تقرا. ما هي فيه مشاكل، معدلها ضعيف برشا. المعلم والمعلمين مدير نتاع العنتيت يرحم والديهم واقفين معايا، هما قالوا لي هز بنتك حاول انقذها خاطر راهي حاله نفسيه على الاخر. ما لقيتش باش ننقذ بنتي باش نهزها نخاف في بقعه اخرى صغيره عمرها 11 سنه مازالت كي غلقتها. قبل قالوا لي برا هز بنتك حتى تلعب في الباسكيت، توا عندك كنز كبير، قالوا لي ذيك لتونس مستقبل تونس. حطتها تتلينا في الباسكيت عند سي لسعد شبوح في خزنة دادا. من غير ما تذكر لنا أسماء فضلك، من غير أسماء. فهمتني؟ راني فيها أختي الغالية بليش فلوس. يرحم والديه خذيها ملي. على الأقل تعدي أوقات الفراغ في الرياضة خير ما تعديهم في حاجات أخرى. يعني دخلتها وباقي مش قادة أروح. قالوا لي مصدومة عندها صدمة. الحالة النفسية نتاعها ماهيش ماشية حتى في شيء، لا في قرايتها ولا في السبور نتاعها. باهي سعيدة، معنا أحلام من بنزرت، حبيت نذكر ونقول 71 280 089، هذا رقم التليفون على ذمة الناس الكل باش تساند هالناس اللي قاعدة تعاني، باش تعاون وتمد يدها للناس اللي ربما بحاجة ولو قليلة بالنسبة لكم أنتوما، لكن هي تقلب حياتهم رأسا على عقب. مرحبا بك لالا. مرحبا. ألو. عسلامة. عسلامة. تفضل. ألو. نسمع فيك، تفضل. مرحبا. أختي حبيت تفاعلت برشا مع مدام سعيدة بصراحة. وحبيت كيفاش نجم نعاونوها بأي طريقة، يعني قولي كيفاش ونجم نعاونوها. واضح لله، شكرا لك على هالمبادرة الطيبة. مباشرة يتعدى رقم سعيدة شيرني على الشاشة، تجم تدون وتتواصل معاها فيما بعد، تعاونها، تعاون بنتها، تعاون أختها، الكلهم مرضى ما عندهم حتى سند وحتى معيل في الدنيا، عايشين بالمئة وعشرين منحة العائلات واللي هي قاعدة تمشي مباشرة للكراب ما إنها كارية بمئة وعشرين، وبالنسبة للعيشة والماكلة والشراب واللبسة الكل من أهل الخير ومن الجامعة اللي بحذاهم. شكرا لك سيدتي الكريمة 71 280 089 على ذمتك. سعيدة
هذه شنو اللي طالبه من الناس اللي تتفرج فينا ليله؟ ليك لبنتك ولاختك في اولى الاولويات بربي نداء لكل طبيب نفساني موجود في تونس ربما انه ياخذ البنيه هذيا ويحاول انه يداويها وياخذها للمراه ويحاول انه يداويها وحتى اختك الفاهمه خاطر اذا برات النفسيه تجم تستقيم الحياه والدنيا. انا النداء مش نعملو البل الحسين على اختي العمليه نتاعها تطلب البرا من اللي صغير عني في قصاب لحد الان. بربي خلينا نوضح الحكايه نتاع اختك، اختك 4 سنين تحت على يدها قعدت تباشر وتداوي لهنا في مستشفى القصاب. كبرت تويكا باقي عندها الوجاع ويدها معوجه وتقريبا في حاله اعاقه. دوها بالعمل الاطباء قالوا لك يلزم تخرج لبرا باش تكسر العظم اللي في يدها ويعاود تجبيره جديده صحيحه. وهذه ما تصير كان في فرنسا خاطر عظمها كبير وهي كبرت. هذا هو كان في فرنسا. يعني انت نداء يكون ربما لشكون في فرنسا باش تبنى اختك ويداويها. هذا هو مطلوب. ودواء لك انت ودواء لبنتك. اللي بشي تبرع الله يرحم والديك ووالدي. هذا اللي نقول انا. البر الحسين. بعد البكاي فضلك على الميكرو، فضلك. البر الحسين عايشك. هذا اللي نقوله انا وصلت لهنا، ان شاء الله اهل الكرم والخير والناس اللي تتبرع. الحالة معناتها كل شيء بالوضوح معناتها. انا ما عادش لاقي قوه حتى حد ما يشكك في الحاله نتاعك يا سعيده. نقولها مره اخرى بالصوت العالي راه ما يتعدى حتى حاله وما تتعدى حتى حاله لهنا وهذا نقوله على مسؤوليتي وهي ما تستحقش العون. برشا حالات تجي لكن نحاولوا ان نعديه والحالات اللي هي مستحقه بالحق للاعانه في اقرب الاجل. انت خاطر حتى المعدل نتاعك مش لك الكل. قديش جبت بنتك؟ قديش جبت معدل؟ 26 ستة سنة خامسة معناتها أنا نشكو المعلمين نتاعها المدير حتى كسكرو تيخرجو يجري ولا يبداو باش مشاو بها يبداو كذا لكن هي مش معنا. أم هاني من سيدي بوزيد هي موجودة معنا بنتك تو نحكيو معاها فيما بعد. أم هاني مرحبا. وبيك للا عايشك. تفضل للا ليلتك زينة مرحبا. عايشك وبيك عايشك أختي. كيفاش نحب الناس نعاودوها وكيفاش نهزولها كيفاش نعطولها نمروها معنا. أي أم هاني رقم سعيدة الشيرني موجود على الشاشة مد ورقة وستيلو اكتبوا هذاك هو الفان 672-392 قيدوا اتصل فيها فيما بعد وعاونها باللي تقدر عليه وإن شاء الله ربي يجازيك خير. الله يخليك الله ينور عليك يا أختي الله يخليك يعيشك في الأمان يعيشك. رحمه موجوده معنا في الكواليس اكيد ما يلزمهاش تدخل لهنا خاطر ما نحبش بنيه صغيره تدخل ونشوفوا وجهها وهذا حفظا لكرامتها وحفظا لطفولتها وبراءتها. لكن اللي نقوله لك راهو انت مسؤوله على مستقبلك على قرايتك ما ينفعك حتى شيء. مش انت اول واحده ولا اخر واحده عندها مشاكل صحيه ولا مشاكل اجتماعيه. لا ما تهبلش لطف عليك لازمك تكون قويه وتقوي امك وخالتك وربي معاكم. نستقبلوا اول ضيف موجوده معنا سيد الهادي تينسا كاتب العام جمعيه ام الخير بتبربه. تفضل سيدي. مرحبا سي الهادي شنو الاحوال؟ الحمد لله. تحياتنا لكل اطارات بجمعيتهم الخير بتبربه. مرحبا بك. الله يبارك فيك يا حمود. يعيشك. سي الهادي شنو نجموا نعرفوا على الانشطه الخاصه بجمعيه ام الخير في الفترات القليله القادمه بالنسبه للناس اللي تفرج فينا؟ شنو اهم الانشطه اللي تحضروا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج المستقبليه كفاله الايتام ما بينا خاطر عندنا برشا حالات. قداش عندكم من حاله؟ اكثر من 30 عائله. أكثر من 30 عائلة. أكثر من 30 عائلة في تبربة. نعم. موجودين في تبربة. في تبربة، في تبربة أكثر من 30 حالة. وأنا نقول هنا فينك يا كف لليتيم ماذا بيا كان وسائل الاتصال الخاصة بجمعية أم الخير بتبربة تتعدى واللي فرحني من خلال الجمعية اللي أنا في تواصل معاها تقريبا فما برشا كافي لأيتام قاعدين يتبناوا في حالات من خلال التدخل مع جمعيات. وأكثر أخبار فرحني كلمنا شكون وقال أنه فما مواطنة من فرنسا كلمت أحدى الجمعيات وتعهدت أنها تتبنى عائلات وأيتام لمدة 10 سنوات وفي هذا إنجاز كبير لهالعائلات وهالنداءات اللي قاعدين يوجهوا فيها في كل مرة للناس باش تكفل الأيتام. وما أدراك ما الأيتام. أي النشاط الثاني هذا هو معناتها وتنقصنا برشا حاجات مثلا كما الحفاظات نتاع الكوش نتاع الأدوية فهمتي وعندك الكراسي متحركة زاد نقصتنا برشا عباد يحبوا هذوكم فهمتي برشا حاجات حالات قاسية برشا برشا في تبربة حاجة تحت خط الفقر. قداش عندكم من عائلة قاعدة تعاني في تبربة؟ برشا 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 عائلات بلغة الأرقام برشا. عندكم شي جرد لعدد العائلات؟ فما حتى 200 عائلة
200 عائله حتى 200 عائله طبعا. وشنو احتياجاتهم؟ وصل صوتهم من خلال الحضور. ربما الناس وسائل الاتصال الخاصه بجمعيتهم الخير قاعده تتعدى، ربما الناس تكلمكم وتتبنى عائلات، علاش لا؟ نعم موجود، اما ناقصين شويه الامكانيات. احنا ناخذ من عند هذاك، ناخذ شويه من هذا وشويه من هنا وشويه من يقولوا لنا شويه ناقصين الامكانيات. اي احنا باش توصل الامكانيات وضح لنا شنو هو المطالب، شنو هو الاهداف اللي باش تعملوها من خلال الفلوس اللي باش تدخل للكونت نتاع جمعيه ام الخير. عندكم عائلات معوزه، عندكم كفاله ايتام، سمعت اللي عندكم ختان جماعي لعده اطفال، قمتوا بالتجربه هذه وقاعدين تحضروا لتجربه ثانيه. قمنا بها اول عام في 2011 عملنا تقريب اكثر من 90 ختان، والعام اللي بعده ثم 50، وثم العام اللي بعده 2013 عملنا تقريبا 20 ختان لبستهم وديرتهم وامورهم وفرحتهم بالفرحتهم. عملنا حاجه باهيه. وشنو النداء اللي تحب توجهه من خلال الاطلاله هذه للناس اللي تفرج فينا؟ هذا هو الايتام، احنا مركزين على الايتام. الايتام قداش من يتيم؟ قلت لي مره اخرى يفضلك. عندك ثم 30 وقت حاضر، تو ثم 30 حاضرين. 30 يتيم يستناو. 30 عائلة، 30 عائلة من اليتامى. كل عائلة عندكم شي قداش فيها من طفل؟ فيهم أربعة تقام، أربعة ثم تقام ثلاثة. ما عندكش جرد يعني؟ ثم ما عنديش بالضبط، ما عنديش، موجودين. واضح. شكرا ليك سي الهادي تينسا كاتب العام جمعية أم الخير بتبربع، على هالتوضيح. إن شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم على فعل الخير وعلى إضحاك هالعائلات وهاليتامى. شكرا ليك، تحياتنا. سيدي الكريم مرحبا. 71 280 89 رقم التليفون الموضوع على ذمة الناس اللي تفرج فينا باش تدعم الحالة نتاع سعيدة، والا باش تدعم الحالات اللي باش تجي فيما بعد. نرجع لك سعيدة. نمشي بالكوش يعني. انت تدعي عندك الحفاظات وهذا يحمل الاخر ليك. انسى انا في النهار نستعمل 9 10 كعبات كوش. وشكون اللي عاملك على الحفاظات هذه؟ تو اهل الجامعة يجيبوا لكم ماكلة، يجيبوا لكم شوية فلوس، اهل البر والاحسان. ثم راجل بعدي جاني يقسم جزء من شهاديته ويعطيهم لي كل شهر، نمشي بهم في الكوشات اللي هي. فما ناس واقفة معك؟ جيران يرحم والدي. جيران والأحباب. والأحباب، خاطر احنا يتامى معروفين غاديك، يعرفوا أمي توفيت ويعرفوا بابا توفي. لكن العائلة موسعة موجودة في الكيف، حد ما يسأل عليكم؟ والله كل واحد يعني البريمة فيها ما عنده زوز بيتات وعنده عائلة وكل برا يعني، مشكلة عائلة كبيرة وناس لاباس عليها. أخوك؟ عايش مع نسابه صحيح، ناقص ماديا صحيح، لكن يحاول انه يغطي الجانب العاطفي بالنسبه ليكم، يحاول انه يكفلكم. ما لقاش كيفاش. ما لقاش كيفاش، ضغط الحياه والصغار والعيشه. يقرا وكذا. هو بيدو ماهوش يسكن في داره. في دار غيره. احتياجات بنتك بالنسبه ليها في دراستها يلزم اول حاجه قلنا رعايه نفسيه، سينو بنتك رحمه شنو ناقصها؟ لا ناقصها برشا حاجة. مثلا اعطينا تسميات ربما هكا توجه الناس اللي يحبوا يفرحوا رحمة. عري لي وجهك ونحيك الاوراق يا رحمة، واجهني وواجهك واسمع وانت فخورة، ومش انت اول واحدة ولا اخر واحدة، ومش اول طفلة ولا اخر طفلة يصير لها. تحب لعب وتحب مخها ساعات تحس كونه ما تحب تقول لي نلعب، تحب كذا. ما عندهاش صحاب، ما عندهاش زملاء تلعب معاهم، تخرج معاهم؟ لا. ديما معاك في الدار ولا في المكتب؟ معايا في المكتب ولا في الدار. ربما الطلاق وهالفراق اللي صار بينها وبين بوها، بوها حي. بوها حي. وعنده عائلات أخرى وصغار أخرى، وحكايته حكاية، قلت لي أنت كان معرس ب10 سنة قبل. أي نعم وجايب. وعنده قرابة 11 صغير. أي نعم. يعني تبارك الله في ظل. هو اللي عقدها بنتي بالمشاكل نتاعها. هي تشوفه؟ تشوف. أيوه. يحكي معاها؟ يهزك يهزها كان القايعة الخايبة. يعني يهزها باش به من غير ما ندخلوا في حيثيات كيما هكا، حاول انك تحمي بنتك. مريضة واختي مريضة والطفلة صغيرة وحنا كارين محتاجين، هذا هو قداش باش تمد يدك وقداش باش تقول اعطيني وقد هيك. سلمت امري لله. تهو فوضت امرك لله وان شاء الله ربي معك وربي ما يخيبكش. ماذا بيك ان تعاود وراك باقي نسيت وتلهيت بوجهك وما حكيتش. منيت عندي حتى طرف التراب نعمل قيتون نسكن فيه. منيت ولا لا كريم كل شهر وانا داخل اللي نستناهم يبدا من راس الشهر للشهر باش ناخذهم نعطيهم الكريم ونجي نقعد. ساعات بنتي تبدا تحب على ستيل ولا كراسه نقول لها لا ما عنديش برا، مش المعلمين يعطوا فيها. قولي انا يتيمه ما عنديش لا بو لا ام. انت عشت في اليتم وبنتك عاشت في اليتم.
فرحاني انا. انت عشت في الفقر والخساسه، لكن هذا ديما نقول من عند ربي الله غالب. الحمد لله. لكن انا قعدت ضحيه خطر ضحي ولمتهم وقعدت بيه. انا اللي يعجبني في هذا الكل انكم شادين بعضكم، انكم واقفين مع بعضكم رغم الفقر والوجيعه والخساسه. ما ضيعتش لا بنتي ولا خساسه. ربي معك. معنا انس من منزل تميم. الو على السلامه، مرحبا بك. الو على السلامه مدام. مرحبا سيدي، تفضل. مرحبا انس، نسمعوا فيك، تفضل. مدام بربي على شفتي ماذا بيا تعطيني ميرة التليفون تاع مدام سعيده. ايه؟ نحب نعاونها، كان فما امكانيه بالطبيعه. اي سيدي بيان سور، ها هو نمرو سعيده الشاري موجود على الشاشه، تنجم تقيدوا. عندك سعيده كان عندك ما تقولها، ربما تمسح لها شويه الجروح نتاعها، تقسلها شويه وتخفوا شويه على معاناتها. الفضاء قدامك، شنو تحب تقول لها؟ ما نجم نقول لها حتى شيء غير كلمه واحده، نقول لها انا راني كيف راني جو سي اونديكابي. فهمت؟ ولو الصبر هو الكل، واحنا نعاونوك باللي نقدروا وان شاء الله ربي ييسرنا هذاك اللي نقدر نقول لهم. يرحم والديكم. تعاني من اعاقه من وقتاش انت؟ انا ملي تولدت. ملي تولدت. قد ايه عمرك سامحني كان تسمح؟ عمري 30 سنة. 30 سنة، ولكن من خلال التليفون اللي هزيته فما أمل فيك وتحاول أنك تزرع عند الناس اللي ربما عندهم مشاكل. منين جاتك القوة هذه؟ يا مدام في الدنيا ذي يقول لك سي لا جيست كي كونتر، سي لا جيست كي كونتر يا مدام. أي سيدي أي. الفايدة حتى مورالمون، هذا اللي نحكي عليه. عندك قوة، أنت منين جبتها القوة وأنت تعاني من إعاقة منذ الولادة، لكن رغم الإعاقة، رغم ما تحس بيها، رغم طموحاتك ورغم رغم رغم هزيت التليفون، وفي هذه مبادرة أنا كبيرة. مدام أنا جو سي سير، حتى كي نعاونها هي، بي كونسلتاسيون عند بسيكوثيرابي، حتى عند بسيكياتر. هذه بالنسبه لي انا تخلص كل شيء، مش الفايده اني نعاونها بالملايين ولا بالمليارات، جوست باك الكونسلتاسيون ولا بالتريتمون اللي تعطيه لها السيكياتر. واضح يا سيدي. ولا البنت ولا الخو ولا لاختها. لكن حبيت نوضح حاجه، لا واضح يا انس، سامحني، راهو حد ما حكي على المليارات وحد ما جبد المليارات، انت مخك مشى مباشره للمليارات، واحنا نقولوا راهو الدعم لهنا مادي او معنوي، واللي يهمنا المعنوي والمادي اذا وجد يا حبذا، اذا توجد المادي يا مرحبا، اذا توجد المعنوي يا مرحبا. الناس هذه مضام وماذا بينا، هي القفه يقول لك تتهز من الزوز يدين، ما بعضنا نحاولوا نخفوا على بعضنا وكهو. انا اللي نتمناه يا مدام، انا اللي نتمناه il y a des gens d'affaires في تونس ما شاء الله. ما شاء الله. انا على الاقل ما ينظروش لينا احنا الناس اللي ظروف الماديه تاعها وكذا، ينظر الكا اكسبسيونيل كيف هذايا نورمالمون. سيريوزمون كان كل واحد يعطي 100 مليم هكا، مش مليار ولا 50 فرنك ولا 100 فرنك ولا دينار. واضح. شوف ما شاء الله تبارك الله، عائلات وصلت الرساله نتاعك، هذا اللي نخدموا عليه وهذا اللي قاعدين نحقوا فيه يا خويا. لكن انا ساعات ما نحبش نعمل متابعات. وانا ميساج غي ان شاء الله مدام سعيده تسمعوا، ان شاء الله يا ربي معاها وربي مع بنتها واختها، وان شاء الله الناس أمين. اللي تحب العباد والناس اللي تحن على العباد ينظروا لها، وان شاء الله نمر التليفون تاعها عندي، وان شاء الله غدا تنكلم ان شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم، محلى كلامك. يهمني انه انسان يتدخل ويقدم مساجات كي من هكا او رسائل فيها معاني كبيره لكل الناس. انت حكيت على مليارات، حد ما حكي على مليارات، رغم انه ساعات ملايين توفرت الحالات كانت موجوده، ديار تعاملت العائلات، جرايات شهريه ولات موجوده العائلات، ناس كانت تعاني، والحمد لله ساعات في بعض المتابعات انا نقول خير بعث ربي لك الحاله ولك الحاله، من غير ما نقعد نتبع ونقولوا ها هو عمل 50 مليون، ها هو عمل 100 مليون، ها هو عمل 60 مليون، هذاك ارزاق تساق، قسموا جالوا صحه وفرحه ليه، من غير ما نقعد نتبعوا شنو عملنا شنو عملنا، زيد احنا نخدموا لهنا في خدمه نبيله، انا هكا ننظر لها ان نعاونوا الناس. شكرا ليك مدام سعيده، شكرا ليك على الحضور، الناس سمعتك، الناس حست بيك. نمرو التليفون نتاعك مره اخرى نذكر ونقول 20 672 392. شكرا لك على الحضور، ربي معاك ومع بنتك ومع اختك، رحمة كون قوية، هذه هي الحياة. لبنى رد بالك مدام سعيدة.
كانت هذه سعيده الشيرلي نذكر بعجاله ونقول هي امراه مذامه متلقى عندها بنيه اسمها رحمه في مسؤوليتها عمرها 12 سنه معها اختها الفاهمه عمرها 37 سنه زاده في مسؤوليتها الكلهم ما يخدموش الكلهم يعانيوا من امراض نفسيه في اولى الاولويات رغم انها ما تخدمش وما عندهاش جرايه وعندها منحه العائله المعوزه مباشره كل شهر تمشي للكراه قالت طالبه طبيب نفساني اي طبيب نفساني والا شكون يتفرج يعرف طبيب نفساني علاش لا يكلموه استشيروا خلي داويها العائلة هذه الكل والشافي هو ربي في الأخير 20-672-392 رقم سعيدة نتعداو الحالة موالية والحالة الموالية تحكي على شاب في مقتبل العمر شاب كان يخدم على روحه يا ربي ورضاك مرمى يجي في مرمى في شانتي تاح في نهار من نهارات تحديدا في نوفمبر 2013 تمس النخاع الشوكي تمس العمود الفقري تحديدا زوز فقرات يلقى روحه في لحظة وإلا في يوم وليلة كما يقولوها مقعد على كرسي غير قادر على الحركة عائلته الكلها اتخليت على أحياتها جاو من القروان خوه بطل الخدمة ولا لاهي به خواته الزوز للأسف البنات بطالة أم مرأة مسنة وتحاول أنها تعاونه للأسف كما قلنا هذه هي الحياة هو مقعد طالب من الناس أنها تعاونه مش نقول أكثر من هكا احتياجاته ومطالبه وجيعته تشوفوها من خلال هذه الصور التفاصيل كل من خلال الروبرتاج تفضل عمري 32 سنة نخدم في دومين البني نتكفرج في دار وتحط كي تحط على الحامض الفقري تكسروا لي زوز فقرات صبحت مشلول يعني النصف الوطني ما يتحركش بكل عملت عملية وما عنديش لا كنام لا سيانة سياس لحد شيء حتى الخدمة يعني مشي مسوقرة يعني الحكاية عندها تو بريسك شهرين ونص دخلت للسبيطار عملت عملية كي جيت خارج يعني طلعت لي 1,400,000 واحد عملت فيهم كم بيليت مولا المرمم من الأول وعدني هزني أول حاجة ما طلب ليش الحماية يعني قعدت مطيش غادي قال لي أنا قلت له اطلب لي الحماية قال لي تحب تبصيني المرمم تاعي مش مسوق هزني في كتكات الطبيب قال لي تقعد كيما انت تقعد كيما انت تجيك الحمايه تهزك تعرف كيفاش تهزك كي زيدوا هزوني في الكتكات هزوني راكب يعني على الكرسي صرت تغفص العمود الفقري النخاع الشوكي شنو يعني الطبيب قال لي ضرك بك الهز تضريت ونخدم على دارنا قبل وتو يعني صبحت اموري مشي هي يعني حتى باش نمشي عطوني باش نمشي لجبل الوسط ما بوش يرقدوني خاطرش ما عنديش كنام وما عنديش سيانة سياس نمشي لجبل الوسط باربعين الف كارية نهار بعد نهار من الاول ابدا اولادني يرحم والديهم شوي باش نمشي تو معاش عندي ثلاثة جمعيات ما مشيتش ما لقيتش باش نمشي وقت تشوفوا في وضعيتي وحالتي تياب على الاخر الوالد موجود ومريض بعينيه مسكين ما يراش بعينيه في البلاد والله ورث اختي تو بالنسبه للوقت الحاضر عاونتني العباد من الاول ثرعي في فلوس وتو الحال حلال امي وحدها مريضه بالسكر ما تنجمش لا تهزني ورزين عليها لا تهزني وحدها لا شيء يلزم خويا ديما معايا يهز ويهبط ما نجمش بالكوش وبالصمت حتى قضيتي الشخصيه كان جيت عندي كنام ولا سياسيس يعني يعطيهم لي بلاش نشروا ولا يشروا لي فيهم العباد يرحموا والديهم الجيران حتى الكريه تو شهرين ما خلصناهاش ويرحم والدي قال لي يعني ما يسالش خلي قدامك مريض ما عندكش ما يسالش يرحم والدي هو مرته من الدار نطلب القلوب الرحيمه اللي يعاونوني باش نداوي ونرجع نخدم على عائلتي تريش قعدت منحط وما يعني الحال حلال نطلب منهم يعاونوني استقبلنا
مع بعضنا قيس الغذاوي. مرحبا بك قيس. شلون الحوايج؟ كثر على شختي. زارتنا البركه. عايش ان شاء الله ذاك حد الباس خويا. كنت عايش لاباس عليك. للاسف صار الحادث هذايا كما قلنا في 12 نوفمبر 2013. تحت على ظهرك، تمس العمود الفقري، تكسر زوز فقرات، تلقى روحك مقعد غير قادر على الحركه. فقدت خدمتك، خوك زاد فقد الخدمه نتاعو بما انه ولا مسؤول عليك، العائله موسعه جد بحذاك، عايشين في الكرام، عندكم حتى مورد رزق. حتى مورد رزق. كيفاش عايشين؟ والله اكيد مدبرها ربي، مدبرها الخالق، لكن صحيح. كيفاش؟ والله اللي تقعد عندي 3 شهور كان مش العباد ما يرحم والديهم، جيراني يعاونوني شوي، وعمي يبعث لي شوي فلوس. قاعدين نقصدوا فيهم. بريسك عندي توا شهر ما مشيتش المساج. اعطوني باش نمشي، يعني قالوا لي باش نمشي للمساج في جبل الوسط، ما حبوش يرقدوني خاطرش ما عنديش كنام وما عنديش سي ان اس اس. ما عندكش تغطيه اجتماعيه؟ ما عندك حتى شيء؟ جنب عندي الطريفه منخفضه هذيك، ما يعني ما يرقدونيش بها في جبل الوسط. ما لقيت باش نمشي نكري في كهرباء الايامات الاولى ب 40 دينار. تو ما يعني ما لقيت باش نمشي في الدار. خويا قداش يلزمك، قداش يلزمك فلوس باش تمشي لجبل الوسط وتعمل مساجاتك الكل حسب ما قال لك الطبيب؟ تقريبا لو بيدجي قداش يلزم؟ تتكلف قداش؟ طلبوا عليا من غير كرني باش قداش من سيونس، قداش من جلسه نتاع مساج يلزمك؟ 6 شهور مساج. 6 شهور مساج. 6 شهور اجمالا قداش يتكلف لك؟ يتكلف كل حاجه ب 10 ملايين. 10 ملايين. يعني المطلوب من الناس اللي تفرج فينا، خاطر انت المطلب الاساسي نتاعك لا ماكله لا شرب لا حتى شيء، مساجات في جبل الوسط باش تحاول انك ربما تتحسن صحتك والا تسترجع ولو نسبيا القدره على الحركه ونيفو ساقيك. تقريبا المساجات هذه تتكلف ب 10 ملايين 6 شهور في جبل الوسط. يا رحم والديك. هذايا جانب. الجوانب الاخرى اللي تحب تحكي عليها وبكل لطف تطلب من الناس انها تعاونك عليها. نعرف اللي خوك جمال شاب بطل خدمته، كان يخدم زاده هو في المرمى، ولا معك ليل ونهار يخرجك يهزك يجيبك، مع انه امك مسنه مريضه بالسكر وبالدم غير قادره على حملك وعلى تحمل مسؤولياتك. دونك هو خوك معك، وعندك زوز اخوات بنات اللي هما حنان ووهيبه 33 سنه، وهيبه 28 بطاله ومريضه بالقلب، عندها عرق مفتوح، يعني مشاكل صحيه بطاله، وما عندكم حتى ملاذ بالنسبه لكم كعائله، يلزم على الناس انها تعاون. ما عندنا حتى مورد رزق. نطلب من القلوب الرحيمه يعاونوني باش نكمل علاج. ويعملوا لي حتى مورد رزق صغير باش معنا تليفون من القيروان. على السلامه سي شكري. الو. الو على السلامه. على السلامه سيدي، مرحبا. وبيك اكثر اختي. تفضل تفضل سيدي، مرحبا. والله اختي تفرج في الحلقه نتاع المراه اللي فاتت. ايه. كنت حالتي كيما كاك، ما كنتش معاق ولا حاجة، ما كنت مخصوص معنا، فهمتي؟ ونيضع لي ربي سبحانه وتعالى. حبيت نعاونها باللي نقدر عليه، فهمتي؟ تحكي على سعيدة الشيرني، الحالة اللي تعادات قبل قيس. يعطيك الصحة نتاع نقولوها مباشرة، ها موجودة على الشاشة، تجم تقيدو. خذيتو نومري أختي. واضح. تعاونها باللي تقدر. شكرا لك سيدي الكريم، وربي يفتحها في وجهك كما فتحها في وجهك. عايشك يا لالا. عايشك سيدي، عايشك يا سيدي، بارك الله فيك ليلتك زينه. نرجع لك قيس. دونك المطلوب مساجات في جبل الوسط تقريبا 10 ملايين لمده 6 شهور، خاطر انت ما عندكش لا بطاقه نتاع علاج مجاني ولا عندك تغطيه اجتماعيه، ما عندك حتى شيء. طالب ربما مشروع صغير، كشك ولا عطريه تشرف عليه انت وخوك في تونس لهنا، وتتلم عائلتكم الكل، بما انه بوك ضرير موجود وحده في القيروان. يعطيك الصحة، وحده في القروان غادي. حاصلوا حالتنا تياب على الاخر. ونطلب منهم يعاونوني حتى تغطي يعني ال الشهرية هذيك نتاع شهادة إعاقة، يعني مازلت ما تمتعتش. أنت قدمت المطلب نتاعك من وقتاش؟ لتوا لا عندك بطاقة العلاج المجاني، لا بطاقة الإعاقة، لا منحة العائلة المعزة. عندي 3 شهور تو. 3 شهور ملي قدمت المطلب نتاعك، ولتوا ما جاك حتى جواب. تو ما فما شيء. إن شاء الله الناس المسؤولة على الشأن هذايا تتفرج فيك ويوصل صوتك، وعلاش لا يلبيو النداء ما أنك في أمس الحاجة للمياه هذايا، على الأقل تخلصوا بها الكراء. باش الفلوس اللي يجي من اهل البر والاحسان، اضافه للفلوس اللي باش يجي ان شاء الله، تنجموا تعيشوا بها والا دبروا بها روسكم. صحيح. الغالب خسرت شبابي وخسرت صحتي.
شنو كانت اثار الصدمه وقت اللي قمت من البنج وفهمت انك ما عادش قادر على تحريك ساقيك؟ على البلاصه انا كفرج ومطرت صب رغم خطرش الظروف قاسيه بها برشا. سامحني سي قيس، معنا سلاح الدين من باريس. على سلامة سلاح الدين. على سلامة مدام. مرحبا سيدي. مرحبا اختي، لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس، تفضل. الحمد لله، مشكورين برشا على البرنامج هذا، برنامج حساس، بارك الله فيك. يعيشك يعيشك سي سلاح، مرحبا، تفضل سيدي. والله الحمد لله، ان شاء الله ربي يرجع لنا للشعب التونسي كامل. وان شاء الله نكونوا ديما في المستوى متلاحمين، الشعب التونسي مع بعضنا. ان شاء الله. حبيت نعاون السيد هذا والله، لان انا تعرضت كيف الحادث شغل الحمد لله ما كانتش معنا الاضرار كيف ما السيد هذا، يعني يحس الانسان كيف يكون يخدم على عائله في شيء، وان شاء الله بحول الله نعاونوه ان شاء الله يرحمه ان شاء الله باذن الله. هكا الرقم تاعو هذا رقمه موجود على الشاشه، تنجم تكتبوا وتتواصل معاه فيما بعد وتعاونوا باللي تقدر. وربي يرجعك لتونس سالم وغانم، وشكرا ليك على التواصل معنا في ليله الرحمه. مرحبا. عايشك سيدي، مرحبا. قلت قصفت شبابي. اكيد مش من الهين انه انسان يكون يمشي ويخرج ويتحرك ومستانس بالحركه والخرجه ويلقى روحه في ليله ونهار مقعد. صحيح مشيت. كيفاش امتصيت الصدمه هذه؟ كيفاش قبلت الوضع هذايا وحاولت انك ربما بشوي بشوي تتاقلم معاه؟ وهذا مش بالسهل اكيد. تعبت، لا نرقد مرتاح. الليل النهار ديما وجايه، ديما ما النوم ما نعرفوش. الحاصل كرهت حياتي، اقسم بالله كرهت حياتي. مطر تصب وانا مشيت نكفرش في الدار، خاطرش الظروف مزمره، ما كي طاحت على العمود الفقري يعني. تغفص النغاشه وكتغفص تكسروا لي زوز فقرات على البلاصة ملي طاحت، يعني ما عادش نجم نمشي. هزوني للسبيطار الحروق. وربي يعرفك اللي كنت تخدم عنده، ولا ملاشانتي اللي كنت تخدم عنده. استعرفش بحاجة، حاولش يسأل عليك، حاولش يعطيك تعويض. نعرف تخدموا في النوار كما يقولوها تحت الحيط، ما شافكم حد، ما سمع بكم حد. مش أنت راهو الوحيد اللي في الوضعية هذه. سمعت برشا حالات تقريبا نفس المسار. أما الحمد لله لطف بك ربي، خاطر أنا سمعت بحالات اللي كيتاحوا دخلوا في الكوما وماتوا من غادي لغادي، ما سمع بهم حد وما اعترف بهم حتى حد. صحيح، أنا كيتاحت نورمال مود جيني حماية، تهزني يطلب لي حماية. أولا سامحني، معنا عبد الرحمن المستير. عسلامة سي عبد الرحمن اللي تكزينا، مرحبا. عسلامة، مرحبا. عسلامة سيدي، مرحبا، تفضل. نحب نعاون سي قيس. تفضل سيدي، هاو معاك، كان عندك ما تقول له. فوالا، نحب نعاونه. ارحم والدي. رقم الهاتف هاوكا موجود على الشاشه، 22 746 866، وكان عندك ما تقول له هاو موجود معاك، تنجم توجه له اي كلمه ربما. ان شاء الله تتصل به في ال ان شاء الله تتصل بيه بالهاتف ونتكلم معاه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك سيدي الكريم، مرحبا، ليلتك زينه. كمل يا قيس. كي طاحت نورمال مو يعني يطلب لي حمايه، يعرفوا كيفاش يهزوني باش تقلل على الاقل شويه من المشاكل الصحيه. هو ما حبش يعني، هزني في كتكات، زدت تغفصت النخاشه وكزدت تغفص بالباهي. الطبيب قال لي زاد ضرك في الهزه يعني كي هزك. وبعد سالش عليك؟ قدم لك شي تعويض؟ هزني من الاول يعني، قال لي فرانك ما تدفعوش ومعاك للاخر، طيشني في السبيطار ومشي على روحه. من وقتها الحصيل كي جيت نخرج طلعت الكمبيال 1,400,000 باش نخرج، كلمناه جاي مد 200,000 بعث مع واحد. هكا هو. وقال لي هذاك اللي عندي وما عنديش. هذا هو حال الناس اللي تخدم كما يقولوها في النوار. خلينا نستقبل مع بعضنا حافظ المبروك جانا من كسرى، رئيس الجمعيه التونسيه للتطوع الانساني بكسرى. مرحبا بك سي حافظ. شنو الاحوال؟ زارتنا البركه سيدي، مرحبا، شنو الاحوال؟ سي حافظ المبروك، انتم تقريبا اول مره تكونوا موجودين معنا في هذا الفضاء ليله الرحمه. اللي يميز الجمعيه نتاعكم انكم تقوموا بعده انشطه ثقافيه من اجل جمع التبرعات لفائده اعمال اجتماعيه بحته. كنت تعطيني فكره عن التوجه واهم الانشطه اللي ربما باش تقوموا بها مستقبلا. هي جمعيه التطوع الانساني. هي جمعيه اجتماعيه بحته. تسعى ل يعني باش نعاونوا الفقراء، باش معناها نعملوا الرقي
توفير العيش الكريم. معناها مع العلم انه معتمديه كسره هي معتمديه تحت خط الفقر تماما. قداش عندكم من عائلات تحت خط الفقر؟ تقريبا عائلات معوزه. معوزه تقريبا 220 عائله. 220 عائله، انتم كجمعيه قداش من عائله تبنوها؟ 27 عائله. 27 عائله، باهي. معنا تليفون من ليبيا. الو. الو. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. الله يخليك. على السلامه سيدي، نورتنا. تحيه لكل الاشقاء اللي يحتفلوا بالثوره المجيده. بارك الله. هذه طبعا موجود في تونس يعني والله. مرحبا بك سيدي. والله كيف جات اليوم من تونس يعني والله. مرحبا بك. قاعد تتفرج في الشاشه؟ الرجل هذا نبي نعاون لوجه الله هكا، نبي نساعد لوجه الله الرجل هذا والله. اي سيدي. تنجم تاخذ نومرو التليفون نتاعو، ها هو قيس الغذاوي موجود على التلفزيون، تنجم تقيده وتتصل به عبر الهاتف فيما بعد وتنسق معاه اللي تحب تقدم له فضل ونعمه من عند ربي. ماشي بارك الله فيك اختي. يعيشك سيدي، شكرا لك، تحيه لكل اشقائنا في ليبيا. نرجع لك سي حافظ. اي عندنا 27 عائله تحت خط الفقر. خط الفقر. احتياجاتهم الاساسيه شنو؟ توفير مواد رزق. اي لكل عائله. اي حتى ولو انه تدخل الاتحاد الاوروبي من خلال الاتحاد الاوروبي الفلاحي. أيه؟ اللي هو معناها لمسا تحاولوا انكم تبعثوا مشاريع فلاحيه صغرى لفائده العائلات. فائده العائلات الموعوزه. أيه؟ مثلا تربيه النحل، تربيه الاغنام. يعني حسب خصوصيه المنطقه. حسب الخصوصيات المنطقه. حسب خبره زاد الاهالي في المنطقه هذيك. أيه؟ واضحه. أيه؟ فما عائلات يعني الى جانب معناها العائلات هذه، عندنا عائلات ذات اعاقه. عندنا تقريبا معناها فرقنا تقريبا 7 كراسي اعاقه. مع العلم انه معناها المعاقين هذا ما يتمتعوش حتى بمنحه، ما يتمتعوش معناها فهمتني حتى بجيران. واحتياجاتهم كراسي متحركه والا حفاظات والا ادويه. الناس اللي تفرج فينا ماذا بينا لم يكن تعدي وسائل الاتصال الخاصه بجمعيه تونسيه للتطوع الانساني بكسره. هكا النداء يوجه لكل الناس اللي عندهم لبسه، اللي عندهم حوايج، اللي عندهم كراسي متحركه، اللي عندهم حفاظات، جريري، خطوات للتبرع لفائده العائلات. ولو بقسط معناها كما معناها حانوت صغيره، كشك، هو ومعناه شنو ينجم يعمل معناه. فلاحه مثلا، ما عرفش انا، تربيه تنحل، معناها هو والعائله ذيك. مع العلم انه فما معاقين يعني اتصلت بهم معناها جمعيات معناها فهمتني سويسريه، لكن للاسف معناها ما نجموش الحاله ذي، معناها صعيبه برشا اللي هي في كسرة. سامحني، معنا تليفون لطفي من كسره. من سامحني، يظل انا مخي معها كسره من الجم. على السلامة سيدي، مرحبا. أي السلام عليكم. وعليكم السلام سي لطفي، تحية لكل أهلينا في الجم، مرحبا. يعيشك إن شاء الله، إن شاء الله. تفضل سي لطفي. نحب نتفائل مع الشاب هذا. مع قيس. إن شاء الله ربي، إن شاء الله ربي يشفيه. وبقدرة القادر إن شاء الله مش نعاونه بمبلغ مالي إن شاء الله. وربي يشفيه ان شاء الله. امين. وربي انسان يصبر على الـ 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 على المرض هذا والابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يجازيه من الـ 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 في ميزان حسناته ان شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم. وربي ان شاء الله يعطينا النمرو الهاتف نتاعها وان شاء الله نعاونها. موجود على الشاشه، تنجم تاخذ النمرو وتسجله وتطلبه فيما بعد. شكرا لك سيدي الكريم من الجم، وتحياتنا لكل اهلنا في الجم. شكرا لك. سي حافظ، كما قلت شنو نجموا نعرفوا شنو المطلب نتاعك لكل الناس اللي تفرج فينا لفائده جمعيه التطوع الانساني بكسره؟ المطلب الأساسي هو دعم هذه الجمعية سواء كان معنويا أو ماديا، لخلق موارد رزق لفائدة العائلات المعوزة والعادات العائلات ذات إعاقة قصوى. ومعنا عندنا حالة اللي نحب نذكرها، اللي حالة معناها مريضة بمرضان سرطان الكبد، اكتشفناها مؤخرا. قد عمرها تقريبا 40. شنو اسمها المرأة؟
فاطمه. شنو المطلوب بالنسبه لفاطمه؟ لا المطلوب انها معناها تداوي ب 600 الف في الشهر تشري دواء. دخلنا لها مع شؤون اجتماعيه مشكوره الوحده المحليه بكسره انها وفرت لها كرني باش تعاونها معناها. لكن هذا غير كافي. لكن هذا غير كافي حتى الدواء ساعات ما تكونش موجوده في المستشفيات وذات ظروف معناها قاسيه وزوجها معناها عاطل عن العمل اللي هو معناها فهمتني واضح. وبالتالي هي في امس الحاجه لدعم الناس بالنسبه للمراه اللي عمرها 40 سنه وتعاني من مرض السرطان. وضعها الاجتماعي دقيق يلزمها مبلغ والا ما قدروا 600 دينار دويات كل شهر وهي غير قادره على ذلك. تدخلوا عاونوها الصلة المعنيه لكن هذا لا يكفي. تجمو تتواصلوا مع سيد حافظ المبروك وتعاونوا المراه هذه وغيرها من الحالات بايجازي فضلك على التليفون. فما حاله اجتماعيه بعد معناها الجوله اللي عملناها في عده مناطق في العمادات الكل. يعني فما عائلات عندهم كفاءه مثلا خريج تعليم عالي لكن هي عائله لن يشتغل. والمطلوب بالنسبه للعائلات هذه مطلوب تشغيل فرد من كل عائله لفائده هذه العائله. واضح. شكرا لك سي حافظ المبروك رئيس الجمعيه التونسيه فتطوع الانسان بكسره. شكرا لك. معنا تليفون. الو على السلامه. معنا تليفون. مرحبا سيدي. مرحبا عايشك. نحب نتطوع باش ننجم نعاون السيد الموجود بحداك. اي كيفاش ننجم نعاون اختي؟ واضح سيدي. نمرو تليفون موجود على الشاشه بالنسبه لقيس الغضابي 22 746 866. تجم تقيدوا وفيما بعد تجم تتواصل معاه وتوصل له اللي تحب. شكرا. شكرا شكرا لك سيدي الكريم على التدخل لفائده قيس. قيس اخر نداء توجهه للناس اللي تفرج فينا من خلال هذا الفضاء، شنو اللي تطلب منهم؟ نتمنى في كلمه توصل. نتمنى يعاونوني ب مبلغ مالي باش نوصل علاجي. وكان فما امكانيه طبيب قال لي يعني تنجم تزرع نخاع شوكي لبرا. فما امكانيه للزرع؟ اي يعني كان فما امكانيه يرحم والديه اللي عاوني. شكون اللي تكفل بالعلاج خارج تونس؟ يرحم والديه. وصلت التصويره ووصلت الوجيعه نتاعكم كعائله كامله، ان شاء الله ربي يفرج عليك، ان شاء الله هذا يحد الباس، ان شاء الله الناس ما تخيبكش. شكرا لك قيس الغضابي. اقعد معنا مثالس. كانت هذه الحالة، كانت هذه الحالة نتاع قيس الغضاوي. نذكر مرة أخرى 22 746 866. المطلب نتاعو كان واضح، قال مطلوب مبلغ نتاع 10 ملايين. هذا مش صعيب على الناس هذيا باش يعمل مساجاته في جبل الوسط لمدة 6 أشهر. سامعوا أنه كان يخدم رماجي وفجأة تحديدا على 13 نوفمبر 2013 طاح، تمس العمود الفقري، تمس النخاع الشوكي ولقى روحه مقعد، عائلته الكل دايرة به وحد ما يخدم، وحتى خوه اللي كان يخدم عليهم وقف الخدمة على خاطر هو قاعد يتلهى بخوه. الوضع نتاعو دقيق. قال زاد الاطباء المباشرين ليه قالوا انه فما امكانيه للعلاج خارج تونس من خلال زرع النخاع الشوكي. هذه الاحتمالات، هذه التصويره، المطالب الخاصه بقيس وصلت على لسان قيس، ان شاء الله تعاونوه. نتعدوا مباشره للحاله الثالثه. حكايه عائله الرجل فيها مريض بالسل وللاسف في الوقت اللي عادي في المستشفيات اكثر من الوقت اللي عادي في الدار. المراه اللي عندها 3 صغيرات صعبت عليها الدنيا والمسؤوليه، قالت روحها تخدم في الخبز وتبيع باش تنجم تعيش عائله كامله. الناس فاقت بالوضع الدقيق نتاعهم، بناولهم بيت لكن البيت هذه لا فيها لا ضوء لا ماء لا كوجينه لا حشاكم دوره مياه، يفتقدوا لكل شيء. ورغم الظروف هذه اللي فرحني في الحكايه هذه انه ولادها 3 ناجحين متميزين ومتحصلين على شهائد في مشوارهم الدراسي، وهذا اكبر فخر لها العائله. تفاصيل من خلال الروبورتاج وراجعين تفضلوا. كنت كارية، خدمت عند ناس لاباس عليهم. الراجل اللي نخدم عنده جا باش يموت، كان باش يحج، فلوس نتاع الحج مرض هو تعب الكدا، الفلوس اللي باش يحج بيهم عطاوهم لي، شيت بيهم طريف التراب هذوما، وبقيت ناقصة 2 ملايين عملتهم كمبيل وكارية. وكان نخدم انا وراجلي زاد يخدم امورنا باهي. راجلي مريض بالصلب
هذاك علاش ما نجمش يخدم، وديما يكح يعني حتى كي يعمل مجهود يبدا يكح، والكحه نتاعو ديما يرقد عليها في السبيطار ديال المرض نتاعو هذا ديما ديما. اخر مره نحن الكل مشينا عملنا تحليلات انا وولادي والكل، فهمتي؟ لا بأس. وكنت نخدم انا بيدي، ولا عندي الدم ولا عندي السكر، نزرق في الانسولين. عندي الوليد هذا زاد يختفي، عنده فقر الدم، يختفي الدواء نتاع فقر الدم. ما عادش نجم نخلص الكري، وما عادش نجم العبيد. اخر مره موليت الدار خرجت لي طيشت لي حوايجي في الشارع، جاء نفس مومنا اعطاني جراج سكنت فيه وانا مريضه وراجلي في السبيطار، حنوا علي العبيد عملوا لي البيت هذه وراجلي في السبيطار. ما عنديش برشا هذه في العيد الكبير. من العيد الكبير جيت سكنت لهنا، لا عندي لا ماء لا ضو، حالتي تشكي لربي. هاكي شفتي كيفاش على عيني كل شيء، الدار بيدها تجري علينا بالماء. بقيت كل مره وانا تعبت تعبت. هذا عمره 10 سنين 11 سنه، هي من عمرها 16. عندي طابون عطاوها لي جمعيه نطيب الخبز، مرات هذا يمشي يبيع في الجامع، مرات هذا، مرات انا، كل مره كيفاه. والله نتمنى اللي كوني حسن وضعيتي، داري تقطر بالماء في الشتاء. كي شفتيني ما عنديش حتى كي نحي الفريش هذاك، ما نلقاش ما نفرش بالحق. نطلب من القلوب الرحيمه لو يرحموني في هالوليدات هذوما، يقراو كيما العبيد، والدار هذي مسيمين، ولادي مرضى كي تشوفي. وكهو هند العبسي، مرحبا، تفضل تفضل مدام، مرحبا. عايشك مرحبا. الله لا يبكيك، وجعة كبيرة نعرف ونحس بها. وانت جيت حبي توصل صوت عائلة كاملة، رجل مريض بوصل، انت مسؤولة على وليداتك الثلاثة اللي هما متميزين في القراية، وهيت ليك الشهيد وقلت لك، اكدت وقلت لك جيب لي الشهيد خلينا نشوفه. رغم انه ظروف الاجتماعية صعيبة، لكن كي تبدا العائلة واقفة مع وليداتها وتقوم بواجبها، ها هي النتيجة. شهيد تشجيع، شهادة تشجيع، شهادة امتياز، ما شاء الله، شهادة امتياز ما شاء الله. هذه يا فضاء الأمل، وهذه شهادة استحسان، وهذه شهادات التميز بالنسبة لوليداتك، وهذه نعمة وفضل من عند ربي الحمد لله. أنت وليداتك ثلاثة متميزين في القراية رغم أنه ظروف صعيبة، وكما قلت طيب الخبز، ويخرج كل مرة واحد يمشي للجامعة باش يبيع الخبز، يمشي ويبيعوا ويخدموا يجيبوا الرزق وبعد يكملوا يقراوا، وهاي النتيجة موجودة لهنا. ولاد الخير كما قلت ربي عمل ألف سبيل من خلال الرجل اللي كان ماشي للحج وتلمت الفلوس، والناس عاونتكم بنيت البيت هذيك. لكن المهم انه البيت هذيك سيمان، لا فيها لا ماء لا ضوء لا كوجينه لا تواليت، والمطلوب بالناس انها تعاونك على هالدار هذيا، يعاونوني على الدار، وربما توسيع مورد الرزق اللي هو الخبز اللي تصنع فيه. احكي لي كلمه ليك. تعبت برشا انا في الدار هذيا، ديما تقدر علينا بالماء، ولادي تعبوا زاد، ديما مرضى، ديما عندي طفل هذا صغير عنده فقر الدم ما عندوش مناعة جملة. أنا بيدي مريضة كي تسمعي في صوتي كيفاش من داوم حالتي. ما معنا محمد من جبنيانة. ألو، عسلامة سي محمد، مرحبا. أهلا وسهلا أختي عسلامة. مرحبا سيدي، مرحبا، تفضل. وبيك أكثر بالله، نحب نعاون سي قيس. عاشق سي قيس، هذا أيوة. سيدي مباشرة ماذا بينا كان عندي رقم قيس وتعاونوه باللي تقدروا عليه. قيس الوداوي تعاود تكتب لي على الشاشة الرقم نتاعو. 22 746 866 قيس الغيضاوي.
قاسم الغيراوي، معك ربي ان شاء الله. يعيشك معايا ومعك سيدي، من فضلك. هندا، اي احكي لي. الاولاد واحد مريض بالسكر وواحد مريض ب مريض بفقر الدم، ما عندوش مناعه في بدن، من قله التغذيه، ديما مريض من سوء التغذيه. الصغير هذا يتعب بالكدا بالكدا معاه. كنت كاري انا قبل وراجلي مريض كما كنت نحكي لكم، وانا مرضت ما عادش نجم نخلص الكري، تعبت بالكدا، كنت نخدم. اهل الخير راجل الله يرحمه توا هو اللي شرى لي شويه التراب هذايا، ومازال عندي فيها كمبيله. قداش مازال عندك ديون متخلده بذمتك من غير ما تمد لاوراق؟ راهو انا قلت لك متاكده من الحاله نتاعك، هذاك علاش انت قاعد على الكرسي. عندي كمبيل، كيفما اي شك راك انت مش موجوده لهنا. عندي كمبيل زوز ملايين، راجلي مادد بالحبس، يعني الراجل قال لي ما تعطينيش زوز ملايين هذوما، هذوما في راس العام يلزمهم يخصوا. تو كل يوم وانا نمشي فيه ونجيب غدوه وليت نخبي في روحي زوز ملايين. زوز ملايين. فماشي فلوس أخرى متخلدة بذمتكم مع ناس وقت اللي بنيتوا هالبيت وقت اللي بنيت البيت هذه؟ فما امرأة هزتني ضمنت فيا خذيت القرض هذا. نور الدين مرقاب، مرحبا بك سي نور الدين. ألو عسلامة. مرحبا سيدي، مرحبا، تفضل. مرحبا بك. يعيشك. بارك الله فيك مع البرنامج الطيب. يعيشك سيدي، بارك الله فيك. أنا نحب نعاون المقعد هذاك. سي قيس الغيظاوي. أي نعم. أي. نمرو مباشرة على الشاشة. أي. ملاحظة أنا عشت ظروف زادة تعبة برشا. إيه؟ عندي بنية قاعدة 7 سنين تكونش في الرجل الثاني. والله إلا سمعتك يا سيدي، سامحني، عندك بنية قاعدة 7 شهور؟ 7 سنين تكونش في الرجل الثاني. تاكل في الروز، عندها داء الأبطن. أي صحتي. ولاباس توا هي؟ لا الحمد لله، كلمني صاحبي فم العرايس. إيه؟ يقول لي جيب لي فم امرأة تحكم في المرض هذا. هزيتها لها توا، عندها حكايه شهرين داوتها. لاباس. عملت تحليل عند الطبيب لقاها ما عندهاش حتى نسبه نتاع عزينه في الطن. يا ربي يرضاك ونعم بالله، ربي يفرج على الناس الكل. وزدت بعثت 7 من الناس من بقعتنا كلها مبروه لله الحمد. ولله الحمد، واضح. احنا اللي يهمنا انك تحب تعاون قيس الغيظاوي، رقم قيس موجود على الشاشه، وشكرا لك على المبادره وتحيه كبيره لك. شكرا لك. نعم سيدي. انا راهو نحب نزف اخبار للمرضى هذوما الصغار بخصوصي والنساء. خاطر هي المراه هذه تداوي بلا فلوس، معناها بدينار وب 500 لله في سبيل الله. باهي سيدي، واضح واضح. شكرا لك. اللي مشي لها فم العرايس الدويه. لا يا سيدي، لا، من غير ما نعملوا اشهار لحتى حد. يفضلك يفضلك يفضلك، مش مسموح لينا ان نعملوا اشهار لحتى حد. اذا فما فرج اكيد ان شاء الله ربي يفرج على بنيتك وعلى الناس الكل، وربي يعمل دليل وسبيل لكل انسان، لا مجال للاشهار. شكرا لك سيدي الكريم، ربي يفرج على بنيتك وربي يفضلها لك. شكرا لك. لهند العبسي، نرجع لك مره اخرى بعجاله. دونك عندك زوز ملايين كومبيال، وعندك قداش؟ كم بيا الاخر بزوز ملايين زادوا عاونوني العباد. يعني قل لي قداش عندك فلوس متخلده بذمتك باش توضح الرؤيه للناس. خلينا نمشيو. 4 ملايين. 4 ملايين الناس تسالها لك، يلزم تمشي لهم مالها، خاطر قاعدين ماشيين جايين يحبوا على فلوسهم. واضح، هذه النقطه. الدار ولا البيت اللي تسكن فيها، لا ضوء لا ماء لا كوجينه لا تواليت. الناس اللي عندها نيه باش تعاونكم تعاونكم. اولادك عندهم سوء التغذيه بحكم نقص الماكله اللي ياكلوا فيها. راجلك مريض بالسل. العائله قمتوا بالتحاليل والزناليز، لاباس ما تعديتوش؟ لاباس، اما نجموا نتعدوا، خاطر حكم كونه بيت وحده وراجلي يعني طبيعته هو يرقد لبرا خاف علينا وعلى بنتي. حتى كي تجي ماشيه تقرا ما تلقاش كيفاش تبدل دبشه، تحجم من بو ما تنجمش تبدل دبشه بالكل. شفنا الي الاولاد بلاش كلاست في البرد، الروبورتاج هذا مصور تقريبا عنده شهر رواش، في طنبك البرد ما فماش جراري، ما فماش خطوات، ما فماش حوايج للاولاد، ما عندهم حتى شيء. سي علي من قفصة، مرحبا بك سيدي. عايشك بارك الله فيك، والله حبيت نتفاعل مع المرأة هذه ونحب نعاونها. واضح، نمرو التليفون الخاص بمدام هند هاو موجود، تنجم تدونه وتعاونها باللي تقدر. شكرا لك سي علي. خلينا في الأثناء نستقبلوا مدام زينب حسين عضو جمعية البنيان المرصوص. مرحبا بك مدام زينب. عسلامة. زينوبة أنا مدة. مرحبا. لاباس؟ شحال الأحوال؟ لاباس الحمد لله. احكي لي على جمعيه البنيان المرصوص، اخر نشاطات، اهم النشاطات.
من أهم النشاطات عنا باش نشاركوا في المنتدى الثقافي الاقتصادي المغاربي التركي باش يتقام في شهر فيفري من 20-25 فيفري ايه من 20-25 فيفري واحنا ان شاء الله باش نبدو موجودين غادي باش يصير تعزيز المجتمع المدني وناخذوا منهم الخبرة خاصة المغرب توا معناها متقدمة في العمل الجمعياتي برشا ونكون نعرفوا بالجمعية متاعنا وان شاء الله رجال الأعمال باش يجوا ويسمعوا معناها نداء الجمعيات والمجتمع المدني على الأقل يتقام في تونس يكون انموذج خاصة احنا عنا طاقة بشرية اكثر من الطاقة المادية وثقة في التوانسة بإذن الله ان شاء الله نلقاو الا الدعم وكل الخير تخدموا زادة على المرأة المعنفة في تونس وفي الجهات كنت تعطيني بلغة الأرقام حسب الإحصائيات اللي قمتوا بها قديش فما من مرأة معنفة في تونس ولا في خارج تونس وشكون اللي يعنف بها يعنف فيها وهالتعنيف هل هو مادي أم معنوي أم مادي ومعنوي في نفس الوقت بالنسبة نحكي على المرأة المعنفة من بالنسبة للمرأة المعنفة في تونس حسب الإحصائيات 47.6% معناها رقم مهول والعنف كان مادي ومعنوي فما ذاتي فما العنف معناها المرأة وقت اللي مسكينة ما تلقاش تدور على روحها والعنف للمرأة شنو تعمل؟ مثلا تحاول تنتحر تنتحر, تنتحر تنتحر تعمل أي حاجة تعمل مثلا ما تلقاش ما تاكل ولا حسب سبل التدخل بالنسبة للمرأة المعنفة حسب الاستراتيجية وحسب توجهكم أنتوما كجمعية باش تعاونوا هالمرأة في تونس وإلا في الجهات احنا في الجمعية تو نعملوا في دورات وماذا بينا في الخبراء وكل من يسمع عنده مثلا محامين وأخصائيين نفسيين باش نعملوا ثقافة اللا عنف للمرأة ماذا بينا نعملوا حملات تحسيسية راهو ساعات نحكوا احنا عندنا ايتام حالات ايتام صدقني اليتيم في تونس يلقى حظه امراه ارمله تلقى حظها والمراه المعنفه اللي راجلها يخلي لها ثلاثه صغار ويهرب ولا يضربها ولا يخليها معاقه ما تشوفش بعينيها ولا حاجه هذيك اكبر هم حاجه اكبر ذل وعائله تتفرط وناس مش مسؤولين تلقاها حتى الزواج جايبه ثلاثه صغار في اطار لا شرع معناها مسكينة لا تنجم تواجه مجتمع ولا تنجم تعمل حتى شيء احنا ان شاء الله في غرة ماي عنا دورة تدريبية باش نعمل مستقطب والنساء عنا تو حضرنا ملفات عديدة وعديدة جدا قداش من مرأة عندكم تو قداش من دوسي احنا دوسي احنا نصف احنا عنا 300 حالة 150 حالة كلهم نساء وحدهم اللي متكفلة بالعائلة واللي رجلها هارب واللي متعنفة معناها حالة مهولة هذا في تونس راه اذا كان مش نخرج احنا على الاطار كامل الجمهورية معناها باش يكون العدد مهول جدا اي باهي شنو نجمو نعرفوا زادا على جمعية البنيان المرصوص إضافة إلى المرأة المعنفة إضافة إلى مشاركتكم في المنتدى التركي المغاربي من 20-25 فيفري فماشي حاجة أخرى فماشي نداء تحب توجهه للناس تستغل الفرصة هذه مع أنه الوقت ضيق أنا نداء وسائل الاتصال الخاصة بالجمعية ماذا بيك أن تقعد الدور أون بوكل على الشاشة نداء خاص لأصحاب القلوب رحمة المجتمع التونسي حتى كنا مش مادي راه معنوي احنا حاجتنا شكون يأطر نفسانيين لمرأة مثلا أطباء ومحامين خذات شكون اللي مثلا متعنف فعلى الأقل عندها دليل يبدأ عندها دليل في يدها قضائي ولا طبي ولا حاجة باش نجمو ندافع على نفسنا باش نجمو ندافع وحاجتنا نتمناه ولو كان نلقاو مركز إيواء اللي باش نجمو على الأقل في استقطاب النساء نلقاه وين يمارسوا سواء يتم تأثيرهم في مهنة معينة وإلا في برشا حاجات خدمة كبيرة خدمة كبيرة هو ملف استراتيجية كبيرة يلزمها تصير إن شاء الله إن شاء الله ربي يعاوننا فيه ربي يعاوننا فيه والنشاط اللي مش ديما ثم نشاط شوية احنا بحكم عندنا نشاط ثقافي وترفيهي عندنا إن شاء الله بإذن الله عاملين رحلة لتركيا اللي هي الدخل نتاعها باش كل الجمعية في شهر مارس بإذن الله معنا كمال من المكنين ونرجع لك ألو عسلامة سي كمال ألو عسلامة سي كمال مرحبا عسلامة أختي مرحبا سيدي مرحبا تفضل كمال بلطيفة من المكنين مرحبا بك سي كمال يعيشك ربي حبيبي نحب توجه مدام هندة ونقول لها وبشر الصابرين وبشر الصابرين اللي جاءتهم مصيبة الذي جاءتهم مصيبة نقص تلفزة شوية يفضل نقص تلفزة يفضل نحب نقولها بربي يطول بالك يا مدام والقلوب الرحيمة برشا والقلوب الرحيمة برشا وراه التوانسة باهيين نحب يعاونوا الزاولة وانا بيدي نحب نعاونها شكرا لك سيدي الكريم ربي معاك هذا رقم هندة تنجم تتواصل معها وتعاونها شكرا لك الرحلة لتركيا وقتاش في شهر مارس إن شاء الله
شهر مارس. اي انسان يرغب في رحله ترفيهيه يتواصل معاكم ماذا بينا كان هكاك ينجم يعاون العائلات اللي عندنا احنا الملفات اللي نعاونوا فيهم والايتام وكل معناه يساهم على الاقل في شكرا ليك زينب حسين عضو بجمعيه البنيان المرصوص على الحضور مرحبا بك شكرا ليك. في الاثناء احمد الحكيم كان وحاضر نجم نستقبلوه نرجع لك هند مره اخرى ماذا بيا كان تحكي لي اكثر واكثر على حالك نعرف انه الاولاد ناقصين كل شيء لا فما خطوات لا فما حتى شيء احكي لي لا عندي فريش لا عندي حتى ساعات ولدي ما نلقالوش باش نشري له الدواء ما نلقاهوش في السبيطار ما نجمش باش نشريه له انت تخدم في الخبز وتقريبا تربح خمسه والا ثلاثه والا اربعه الاف في اليوم هذا اللي عايشه به انت تقريبا ما بين 100 و 150 اذا طارت في الشهر كل مره كيفاه كل مره كيفاه مش ديما يعني شو اللي تقول لاولادك باش تحصلوا على شهادات الامتياز رغم هالظرف الدرامي الاجتماعي والله شو اللي خالق هالحافز فيهم ولادي تعبوا معايا وهم يشوفوا فيا انا كيفاش تعبه ومريضه وبوهم مريض وعندي طفل ماشي ويتسل زاد الصغير بالكل كيفاش بوها كيكه وكيفاش عملت الاجراءات اللازمه عملت الفحوصات لاباس هو عملت باه نستقبلوا احمد الحكيم مدرب محترف في التنميه البشريه ونكملوا مرحبا بك سيد احمد تفضل مرحبا مرحبا بك سيد احمد اهلا وسهلا مرحبا باه دونك انت طلبت الماكله طلبت الشراب طلبت الخطوات والجريد للاولاد اخرى يعني زايده اخرى خلينا نخلصوا الديون خلينا نعملوا الضوء والماء حشاك والكوجينة والتواليت في هالبيت هذية تكون على الأقل لايقة هاك منعت من الكراء في مرحلة ثانية إذا ربي نواب كريم وربي ما بقدرة ربي علاش لا خلينا نمشي مرحلة مرحلة في أولى الأولويات خلاص الديون عندك 4 ملايين ديون يلزمها تخلص للناس اللي سلفوك وعاونوك خاف يزيدوا يوم مرضوا مش على خاف لابوهم يعني عديو تحبيت أخرى باش الأولاد يمنعوا مرض الصلب ما أنه راجلك مريض بالصلب هي. انت خايفه من الحكايه هذه وعايشة على ولادك وما لقيتوا حتى حل اخر ما عنديش حتى حل وراجلك شنو يقول من هذا الكل والله هو بيدو ما عندوش صبر معايا في الحلو والمر هو بيدو ساعات يقول لي تحبي تمشي على روحك بري انا فديت خاطر ساعات نخمم نقول خليهم ونمشي انت ولا هو انا نخمم نقول مش تخليهم كي انت عنديش حتى حال خاطر تعبت برشا شنو اكثر حاجه زاد تعبت مين يجي ماشي المكتب يستنى صبري بحث المكتب باش ياخذ السبيدري نتاعو باش يدخل بيه المكتب بشرى من الامارات مرحبا بك لبشرى الو ويا عسلامه عسلامه ليلى مرحبا مرحبا بكم الكل مرحبا بالشعب التونسي الكريم وذو القلب الرحيم عايشك انا قبل كل شيء نحب نقول لكم انا مبسوطه برشا اني انا نتفرج على اولاد بلادي كيف يعني لسه في مجال للرحمه وفي قلوبنا وفي يعني تواصل وفي صله رحم اهم من اي شيء ثاني عايشك لله بارك الله فيك بعد اذنك نحب نقول مدام هند نقول لها ان الله مع الصابرين ساعه قبل كل شيء ثاني شيء الدنيا مازالت فيها رحمه وفيها خير ورسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعني الخير في امتي ليوم الدين ان شاء الله ما ملاش شك فيه وهذا اللي نخدموا عليه والحمد لله الناس ما تخيب ليش ما تخيبش الحال انت بالاول وكل الطاقم العمل الموجود معاك يعني في احياء وانشاء ونجاح البرنامج الانسان يعني عايشك لله بارك الله فيك اوكي تحب تعاون هند انا بس قبل اي شيء بعد اذنك يعني انا كثير نحب نتواصل مع هالبرامج معناها الانسانيه وللاسف بحاول اتواصل اتصل بس ما في مجال يعني فما ضغط كبير على الهاتف صحيح في اتصالات حابين الجمعيات الخيريه الموجوده في تونس لو بالامكان تزودونا بارقامهم لان احنا هنا نعيشوا في البرة وبصراحه معناها الواحد يعني بيحب يساعد بس ما في مجال التواصل ما في اداه تواصل احنا مباشره كل جمعيه تتعدى معها وسائل التواصل واضح واضح وصلت الفكرة علاش لا هذايا وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل مع الناس بعد إذنك أنا نحب ناخذ رقمها ايه؟ وإن شاء الله موجود شاء الله على الشاشة نتواصل معاها وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي يسر فيه إن شاء الله آمين يا لله شكرا ليك وتحية ليك بارك الله فيك شكرا ليك يعيشك لله مرحبا سيد احمد مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا بك الحمد لله في كل مره نحس انه فما تفاعلات كبيره مع الناس اللي هي بالحق مظامه موجوعه وتلقى في الطرف الاخر الناس اللي تحس بالوجاعه وتحاول انها تعاونها باللي تقدر عليه حتى ولو معنويا هكا تشوف ان الله مع الصابرين والا ما تخافش مازال فما الرحمه مازال فما البركه مازال فما الناس تحس بالناس
نحب نترحم مرة أخرى على الأخت حنان كانت بحذانا معناها في يوم من الأيام لهنا وهذيك هي الحياة. للأسف هذيك حال الدنيا، شفت متسوى شيء في الأخر. واليوم هو أختنا هند معناتها خايفة على صغارها لا يتعداوا بالمرض ونفس الشيء معناتها لا قدر الله. لا قدر الله يعني ربي يحفظها إن شاء الله. ربي يحفظها إن شاء الله. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. معناها شوف مش معناتها إنسان يحيي الناس جميعا، الكرة الأرضية كاملة بالمليارات نتاعها تحييهم الكل. يتعاون البشر واحد كيف تجي الانسان وتعاونوا باش يمنع من الموت ولا يمنع من الهلاك، يعني الاجر عظيم سبحان الله. نتجراو الاجر هذايا. ربي يوفقك ان شاء الله، وربي ان شاء الله يحنن قلوب الناس عليك. قالت كلمه معناتها انا اللي مسني في هذا الكل، ماذا بيك انت تحكي لي على النقطه هذه. شفت الحاله نتاع المراه الاولى سعيده الشيرني، مريضة نفسانية، نتلاقوا مرض وبؤس وزيد بنتها مريضة نفسانية وفاشلة دراسيا 26 معدل، وتطلب بالناس انه شكون فما كطبيب نفساني يتبنى بنتها. بالنسبة للحالة متاع هندها سي لو كونتخيغ، نلقاو بؤس وفقر وخصاصة ومرض السلو ما ادراك، وفما ريسك متاع عدوى وهي خايفة على وليداتها، رغم ذلك تصنع الخبز واولادها يخرجوا يبيعوا وجايبين شهادة امتياز واستحسان. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ وعلاش هذا هكا وهذا هكا؟ فصل. هو ثم فرق واضح، يعني في الحاله الاولى ثم عمليه طلاق انفصال، وهذا ياثر ياسر على الاطفال. يعني قبل الطلاق اكيد وانه كانت مشاكل كبيره ياسر، كان ثم عنف اكيد وهذا الكل يخلي الطفل ما يحسش بالامان. في الحاله الثانيه هو مرض معناتها قدر ربي، جاء مرض ما كانش فيه مشاكل، المرض هو اللي خلى العائله هذه تتفرق. ولذا انا متاكد وانه حتى كي تكلم على زوجها تكلم عليه يعني اصيب بمرض، معناها العلاقه كانت فيها ايجابيه اكثر من العلاقه الاولى. وهذا مهم ياسر، ويعطينا مره اخرى قداش الدفء العائلي وقت اللي يبدا موجود قداش يساهم في انه الصغير يكون متوازن نفسيا وينجم يقرا وينجم يجتهد. وبالعكس وقت اللي تبدا فيه مشاكل وما فيش التفاهم بين الزوجين هذا ياثر بصيغه سلبيه كبيره ياسر على الاطفال. الاخت هند معناتها كيف تحس بها وقت اللي تقول لك توصل تقول لك نحب نهرب نخرج، معناتها تخلي صغارها ونمشي. هنا وضعيه الهروب بالنسبه للمراه اللي تصعب عليها الدنيا، تصعب عليها مسؤوليه، يعني وانت تعرف الدنيا ومصاريفها، ثلاثه صغار ما شاء الله مش من السهل انك توكل وتشرب وتقري وتصرف عليهم، وهذا اعطيني وهذا اعطيني وهذا مدلي هكا ولا؟ والله ساعات وانت مش قادره على شيء. ساعات بحكم كوني ما عنديش الماء وما عنديش الضوء في الدار، ولادي يخرجوا يغسلوا وجوههم في المكتب. معنا محسن ابو زكريا من ليبيا، ان شاء الله ربي معاك يا هند. الو على السلامه سيدي كريم، مرحبا. عسلامه، كيف حالك اختي؟ الحمد لله، مرحبا. شنو احوالكم انتم في ليبيا؟ لاباس؟ الله مالك الحمد يا رب. يا ربي ورضاك، شكرا ليك سيدي كريم. سي محسن تفضل. انا احب نساعد المراه هذه وعجبتني في تربيه صغارها الحق يعني. ربي ما شاء الله لها في تربيه صغارها والله. ان شاء الله. هذا رقمها 24 825 304، موجود على فهد هيك عم نعملها حوالي على المصرف، نجم نعملها كيف تجم تنسق معاها فيما بعد سيدي الكريم، كيفاش تبعث لها الحواله، تعطيك الرقم وتنسق معاها العمليه الكل. ها هو رقم الهاتف نتاعها، خلي العمليه في السطر. واضح؟ واضح. شكرا لك سيدي الكريم، ربي يكثر في خيرك. تحيه كبيره لكل اشقائنا في ليبيا. ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء وما عندهمش كوجينه وما عندهمش دوره مياه، يعني باش يغسلوا وجوههم يمشيوا للمدرسه باش يغسلوا وجوههم. باش يغسلوا وجوههم في المكتب. كي باش يقراوا في اللي يقراوا على شمعه؟ والله كنت ماخذه خيط ما عند جا بعيد عليا شوي صحيح، وما خلصتهاش في الضوء ونحت لي الخيط. والاولاد على شنو يقراوا تو؟ عملت لهم جيزه صغيره. جيزه صغيره يقراوا عليها الاولاد. اي سيدي احمد. سبحان الله في القرن 21 في القرن تونس بعد ثوره ومازلنا صور ونحكيو على ضوء وما سمعنا بها على الوالدين نقراو بالجازة. سبحان الله في الوقت هذا 2014 نقراو على الجازة. ربي يلطف بينا ان شاء الله وربي يحنن القلوب على بعضها ونشوفوا. معناتها تقول لك نفر، معناها انسان صغار ويعمل لهم هكايا، لكن العبء ثقيل ثقل عليها برشا مسؤوليه تكبر. ربي معاك ان شاء الله، وربي يثبت اجرك ويعطيك ربي الصبر، وان شاء الله التوانسه يتعاطفوا معاك، وان شاء الله يقدر لك ربي كل خير ان شاء الله. ان شاء الله. شو اللي يجي يوحد العائلات في مثل هذه المصائب؟ انا القصه نتاع السيد الله يرحمه زاد، السيد اللي كان ماشي للحجه
وقلب بالمسار. شفت سبحان الله. يكون ماشي الحج يقوم يعطي الارض للمراه هذه. مشات للمراه هذه. ما نعرفش ربي باش يوزنها له هذه معناتها اكيد معناها ثم ناس تمشي الحج مره واثنين وثلاثه واربعه ولا تمشي تسافر في اماكن اخرى. الحج مطلوب علينا مره بركه معناها الناس اللي تمشي الحج وتعاود وتعاود اهو العمل اللي بتعمل اهو اللي اجر نتاعه ما نعرفوش قداش الاجر نتاعه اكيد الاجر كبير ياسر عند ربي. احبكم الى الله هي انفعكم الى الناس. هذا انسان منفع الله يرحمه لهنا من البلاتو هذا نوصلوا له رحمه ان شاء الله وربي يثبت اجره وان شاء الله ناس اخرين نلقاهم ينسجوا على المنوال نتاعه ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شنو تحب تقول للناس اللي قاعده تفرج فينا؟ ماذا بينا كان توجه نداء مره اخرى من خلال هذا الفضاء. نعرف اللي وضعك صعيب برشا من الجانب الصحي والجانب الاجتماعي، صعبت عليك الدنيا، لكن هذا ما يمنعش انه ان شاء الله الفرج جاي بقدره ربي. لاباس. نحب نقول قلوب الرحيمه رحموني، راني اختكم تونسيه كيفكم، راني تعبت برشا في تربيه اولادي، ولادي صرتوا زوز الاولاد. امين 10 سنين وامين 9 سنين، وانت خايفه على الصغير امين 9 سنين. مريض خاطر ما عندوش مناعه في بدنه وما ياكلش بالقدا. متاخر بوضع ابوه برشا؟ ايه هو متعلق بوه برشا. واضح. سيد احمد شنو تحب تقول للناس اللي تفرج فينا في هذا الاطار؟ بإيجاز أفكار هكا تمشي في نفس الوليدات هذوما ناجحين إن شاء الله نهار من الأيام يمسحوا لك دمعتك بحول الله ونشوفوهم في أماكن مرموقة بحول الله. على المراتب. خايفة لأن نلقى العكس أنا صدقني. خايفة مرض السلة يعدي ولادها هي. ربي إن شاء الله يعدي. أنا حاسس عن من الإمكانيات خايفة نمشوا في طريق آخر. لا لطف عليك. معنا خلود من أوتيك ولاد بنزرت. ألو على السلامة مدام خلود، شنو الأحوال؟ ألو. على السلامة لالا، مرحبا. مرحبا. عايشك عايشة اختي، شنو احوالكم؟ انت لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. شنو احوالكم انتم لاباس؟ والله الحمد لله يا ربي يرضاك. نحب نعاون مدام هنده في الدواء نتاع ولدها اللي عنده فقر الدم، كان تسمح تعطيني اسم الدواء. اسم الدواء تنجم تاخذ نمروها تتواصل معاها فيما بعد، ما نحبوش نعملوا اشهار لاي ماركه نتاع دويات. مدام كان تسمح تنجم تواصل معاها واللي تحب عليه تطلبوا منها وهي توصل لك المعلومه الكل بكل تفاصيلها، واضح؟ أوكي. شكرا لك سيدتي الكريمة، ربي معك، ربي يحفظك، في الأمان، ربي معك. أرجع للشهيد، شنو حبيت تقول عليهم سيد أحمد؟ إن شاء الله ربي يوفقهم ويكملوا الدراسة نتاعهم وينجحوا ويولي حديث بحول الله. وأنا متأكد أنه الحالة نتاعك مش نص برشة توانسة، خاطر الإنسان يشوف صغيرات ناجحين معناها نوارة طالعة، الناس الكل تحب تتعاطف معاها وتحب تعاونك إن شاء الله باش يوصلوا. وبحول الله ربي معاك والصغيرات هذوما يكونوا قاعده على شلان ماشيين على ثنيه باهيه ان شاء الله، يكملوا على ثنيه باهيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما نعرفش راجلك وقت اللي جاي شنو اللي قال لك، حملكش امانه، حملكش رساله تحب تقولها على لسانه بحكم المرض وهو مقعد وغير قادر على الحركه وانه يجي ويتحرك، فماشي حاجه انت تحب تقولها له وهلا هو حملها لك امانه باش تقولها للناس؟ هو حملني امانه قال لي يعني تبي من الناس اللي يعملوا لك يعملوا لي بيت اخرى خاطر في البرد هذا بيت تحت باش راجلك قدام البيت اللي نسكنوا فيه انا احنا تو باش ما يعديش اولاده. اي باش ما يعديهمش وتبقى في كروبته. وصل لي دليل، يلزم جريري، يلزم خطوات، يلزم ماكله، يلزم ضو، يلزم ماء، يلزم كل شيء يتوفر ليكم خاطر ما عندكم حتى شيء للاسف. ان شاء الله ربي معاك وربي يخف عليك. الاغلبيه الماء والضوء ولادي ما عندهمش علاش يقروا، تعبوا بالقدا بالقدا. مشيت حتى نشكي باش نعمل الماء والضوء، قالوا لي بلاصه ماهيش مرخصه اللي انت تسكني فيها باش نعطوك الماء والضوء. نطلب من اللي يتفرجوا فيا الكل ولا الوالي اللي تاع المنطقه اللي نسكن فيها انا يعاونني ويرحمني، يعدي لي يعطيني الماء والضوء، يعطيني ترخيص في الماء والضوء. راهم ولادي تعبوا صدقيني، نشربوا في الماء من الجامع. نحب نرجع للقرن 21، وقت اللي تلاقينا أول مرة حكيت لي على القرن 21، وحكيت لي على رسالات مشفرة، كيفاش كنا وكيفاش ولينا، استغل الفرصة هذه اللي أنت حكيت فيها، في القرن 21 مازلنا نشوفوا ناس بالطريقة هذه، مهمشة، وفي العاصمة، وفي قلب العاصمة. الحمد لله يعني بالقنوات التلفزية هذه والفضائيات. في إجازة انتهى الوقت. الفضائيات إن شاء الله الصوت وصل اليوم. أه؟
واليوم معناتها كل حاجه فيها الايجابيات والسلبيات نتاعها، اليوم وقت اللي وصلت الصوت نتاعها وبداوا يعني الاخوه والتفاعلات يتفاعلوا معاها، وثم كم هائل من التليفونات ان شاء الله، هذا من الايجابيات نتاع التكنولوجيا الحديثه اليوم اللي الناس شافوها سهرت معاها دخلت لبيوتهم، وان شاء الله يتعاطفوا معاها ويقدر لها ربي كل خير ان شاء الله. شكرا لك سيد احمد الحكيم مدرب محترف التنميه البشريه، شكرا لك هند العبسي. باه فما تليفون. فرج من ليبيا، عسلامه سي فرج، مرحبا. مرحبا. عسلامه سيدي، مرحبا، تفضل. انا نبي نساعد الاخت هند، ممكن تعطيني رقم حسابها لو سمحت يعني. ان شاء الله، رقم هند موجود على الشاشه 24 825 304، موجود على الشاشه تجم تسجلوا سيدي، واضح؟ ماشي. شكرا لك سيدي الكريم، ليلتك زينه، مرحبا. هند العبسي شكرا لك، احمد الحكيم شكرا لك. اي بيان سور هيد الاولاد ان شاء الله ربي معك. كانت هذه هند العبسي رقم تليفونها 24 825 304، كما قالت اهل البر والاحسان بناولها بيت ما فيهاش لا ضوء ولا ماء لا كوجينه لا تواليت، عندها ديون متخلده بذمتها قيمتها 4 ملايين، اولادها ما عندهم حتى شيء، لا جراري لا خطوات لا ماكله لا شراب لا حتى شيء، تخدم شويه خبز تحاول تبيعه لاهل الجامع، واولادها بالمرتح كما نقولوها احنا كل واحد يمشي يبيع مره، صعب عليها الوضع سيما انه رجلها مريض بالسل، خايف لا يعدي وليداته وبالتالي يرقد خارج البيت تحت باش بلاستيك، تصوروا انه هذا يصير في القرن 21. المرأة بكل ود وجايبة معها شهادة الامتياز والاستحسان الخاصة بأولادها الثلاثة تطلب منكم أنكم تعاونوها وإن شاء الله ما تخيبوهاش، وكما ما خيبتوناش أكيد مش تخيبوا المرأة هذه. شكرا لكم على التفاعل. 71 79 79 18 رقم الفاكس الخاص بالوطنية الثانية، تبعثوا الفاكسوات والرسائل الكل توصل من غير ما تجيوا وتقعدوا تستناو فينا في عنوان والا على عنوان مؤسسة الفزة التونسية شارع الجامعة العربية 1002 بلفدير تونس برنامج جيلة الرحمة، الدوسيات قاعدة توصل شوية صبر خطوة خطوة، كل مرة نستعرضوا ثلاثة حالات وإن شاء الله هذاك حد الباس. شكرا لكم على التفاعلات، ليلتكم زينة، باي.